اهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس، واهلا بكل مشاهدي قناه زعيم القاره الافريقيه النادي الاهلي. حلقه جديده ان شاء الله من الاهلي خط احمر. كل سنه وجمهور النادي الاهلي بخير، كل سنه وجمهور العشر القاب افريقيه بخير. ولكن في 6 ابريل 2019 كان الكابتن محمود الخطيب في لوكاس موريبي شاهد على خساره النادي الاهلي بخماسيه من سان داونز. اللحظه دي كانت بتفكرني بمقوله العظيم محمد علي كلاي: ليس من العيب ان تسقط ارضا، ولكن من العيب ان تبقى كذلك. النادي الاهلي ما قبلش انه يبقى كذلك. النادي الاهلي قدر يغير واقعه، مش زي ما قال الشوالي سوف يندم سان داونز الى يوم يبعثون. لا، ده كان بدايه فتح باب جحيم على القاره الافريقيه اللي قدر النادي الاهلي يسقر من الجميع في سان داونز نسختين والوداد والترجي ويتوج على حساب الزمالك وكايزر تشيفز. وفعلا قدر النادي الاهلي ينهض، وقدر النادي الاهلي يستعيد عرش افريقيا. بس كمان عشان نربط ده بواقعنا اللي احنا فيه دلوقتي، 24 يوليو 2019 وبعد شهور بسيطة جدا من هزيمة الخماسية، كان النادي الأهلي بيحسم واحد من أهم الدوريات في تاريخه. ده اللي اتعمل في موسم 54 وتعويض الست نقاط، في موسم 96 وتعويض الست نقاط، في موسم 97 وتعويض 11 نقطة، في موسم 2011 وتعويض 6 نقاط. ده قدر البطل. يقال إن النادي الأهلي كتب الدوري باسمه منذ بداية مهده. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة والدوري في الجزيرة إن شاء الله. فاكر 24 اللي انت اتكلمت عنه ده كنت انا وانت فين؟ 24 يوليو كنا واثقين ان احنا هنفرح في اللحظة، كنا في برج العرب في ماتش الأهلي والمقاولين، وقت ما الكابتن سيد عبد الحفيظ قال جملته الشهيرة: خدنا الدوري يا بيه. كان قبلها 27 نوفمبر 2019 الأسطورة الرمز العظيم الكابتن طه اسماعيل كان بيتمالك نفسه على شاشة قنوات اون تايم سبورت وهو بيمسك دموعه. كان بيمثل كل أهلاوي، كان حزين وقتها على خسارة النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا ثم البطولة العربية ثم أمام المقاولون العرب. بعدها بيومين وفي ليلة 29 نوفمبر طلع مدير الكرة بقلب أسد الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يقول: مش مهم مين متصدر الدوري في يناير، ولا يهمني مين متصدر الدوري نهاية الدور الأول، المهم اللي يتصدر الدوري في نهاية الموسم. وقد كان قدر النادي الأهلي يحقق لقب الدوري، اللقب اللي طلع البعض عمل سخرية كبيرة جدا. المنطقة الدافئة، درجة حرارة الجو أعلى من درجة حرارة النادي الأهلي، الدوري اللي اتأجل عشان فرجاني ساسي كان مصاب، فأجلنا الدوري من أجل فرجاني ساسي، وكان التأجيل من أجل حسم النادي الأهلي للقب الدوري. لو في حاجة فيها شبه بين النهاردة وامبارح، فالشبه هو إن في حد بيحلم بلقب الدوري، لكن ما أشبه الليلة بالبارحة. أحلامهم بتتحول كوابيس عندما يحقق النادي الأهلي أحلامه، وعشان كده بالروح الدوري مش هيروح، وده مطلب من جماهير النادي الأهلي للاعبي النادي الأهلي اللي أسعدونا بجد بتحقيق التسعة والعشرة، متخللهم كمان السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية برونزية. بالتأكيد اللي حقق الإنجازات دي قادر على أنه يستمر في إسعاد جماهير النادي الأهلي، ويطبق المقولة اللي عند الجماهير أن الدوري المصري كله يعيش الوهم، والأهلي بإذن الله بطل الدوري. وعشان كده يا أسامة، هي المقولة دي اللي أتمنى تكون رابط. زي ما قلت، مباراة البنك الأهلي يمكن سقطة، يمكن مباراة النادي الأهلي كانت خطوة رجعنا فيها للخلف، ولكن المهم جدا أن نفتكر: ليس من العيب أن تسقط أرضا، ولكن من العيب أن تبقى كذلك. وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب اللي بعد حسم البطولة وفي كلمته خرج على الجميع يا أسامة، وليس كعادة العرف الطبيعي للكلام في مثل هذه اللحظات اللي بتكون النشوة مسيطرة عليه. كابتن محمود الخطيب ادى الإنجاز قيمته، ولكن قال: عندنا بطولة الدوري. والنهاردة وفي اللحظة دي وبعد التراجع أمام مباراة البنك الأهلي وقبل مباراة الإنتاج، برضو كابتن محمود الخطيب بيعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج، وبيقول لهم إن التاريخ اتسجل ليكوا في أفريقيا،
ولكن الحاضر انتوا فيه دلوقتي، ولازم لاعبي الاهلي يكونوا يليقوا بحاضر النادي الاهلي، وده اللي احنا منتظرينه ومتوقعينه منهم يا اسامه. تاكيد يا فارس. وكمان قال ان السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا بطولات اتحسمت، وده انجاز كبير، ولكن امامكم تحديات اكبر. وعلى اساس اللي زي ما اتوضعنا في النقط دي وخسرنا النقط دي في مباريات سهله، نقدر اننا بيكم برضو نعوض ونسعد جماهير النادي الاهلي، وده جزء طبعا من تدريبات النادي الاهلي. وطبعا الكابتن محمود الخطيب في الجلسه المفتوحه مع لاعبي النادي الاهلي، بالتاكيد تحمل كبير للمسؤوليه، وبالتاكيد ده قدر النادي الاهلي وقدر لاعبي النادي الاهلي. احنا احيانا بالفعل على قدر القسوه عليهم في بعض الاوقات، على قدر ما احنا بنكون مشفقين عليهم، لان عندهم جماهير او جماهير النادي الاهلي لا ترضى الا بالفوز في كل البطولات وفي كل الاوقات وفي كل المباريات، حتى المباريات الوديه، وبالتالي هم دايما واقعين تحت ضغط، ما عندهمش فرصه حتى ان هم يفرحوا، ما عندهمش بطوله سوبر بيعيشوا عليها او بيتعشوا بيها. لا، الناس دي ما ينفعش كمان تتعشى باتنين دوري ابطال افريقيا، دي محتاجه تحقق كل البطولات، لان هي دي طموحات النادي الاهلي، ودي وده قدر جماهير النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. ودي طبعا لقطات الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب والجلسه المفتوحه اللي تمت. نتمنى التوفيق ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي يا فارس، وباذن الله باذن الله يكون بدايه موفقه امام الانتاج غدا ان شاء الله. ما بنشبعش احنا، ما بتتعشاش معانا. وعشان كده النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق قدره وهيسترجع ذكرياته التاريخيه وهيكون بطل كالعادة. ولكن من حاجات المهمة جدا يا أسامة النهاردة حسين الشحات عودته، لأن في مفارقة كده طاهر وصلاح محسن اتاخدوا مع المنتخب، فحسين الشحات كمان اتصاب، فبدأت بأجاييه وكهربا الاتنين اللي ما بدأوش مع بعض في المباراة من بداية الموسم، وكان ده ليه تأثيراته الفنية، ليس تقليلا من اللاعبين أكيد ليهم أهميتهم، ولكن بيفرق كتير جدا إنك فجأة ما تلاقيش الانسجام ده. يمكن مش هيكون موجود بكرة حسين، بس لا موجود معنا في القائمة حسين، وده شيء إيجابي جدا. ما أعتقدش هيبدأ، ده المقصود بالنسبة لي، وأتمنى لو هو جاهز، ولكن على الأقل إنك بتستعيد ورقة مهمة جدا تقدر تناول حسين. متألق الفترة الأخيرة تحديدا جداً، منذ الشوط الثاني في مباراة الترجي في العودة وتسجيله هدف. ومن هنا أعلن بيتسو موسيماني القايمة، 21 لاعب: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون، حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السلية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وولتر بواليا أجاييه محمد هاني. دي قائمة النادي الأهلي بكرة فارس، 21 لاعب، نتمنى لهم التوفيق. بنمر بالتأكيد بظروف صعبة، بس ده قدر الأبطال، ودي ضريبة تحقيق البطولات والإنجازات واللعب على أكتر من بطولة. وكمان ده دور النادي الأهلي الوطني في فكرة أنه بيدعم كل المنتخبات الوطنية، وده اللي حاصل. بتلعب بدون 6 لاعبين، منهم 4 لاعبين أساسيين على الأقل وما أدراك بهم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، بالإضافة أيضا لأحمد رمضان بيكهام. فبالتأكيد بتحتاجهم في أوقات زي دي، ولكن ده قدر النادي الأهلي ودور النادي الأهلي المجتمعي الوطني اللي بيقدمه دايما. وما شفناش أي صراخ عندنا يا فارس من فكرة تكافؤ الفرص، فين تكافؤ الفرص؟ فين تكافؤ الفرص؟ ده احنا كنا ممكن نعمل مظلومية، نقعد نعمل حلقات عن ازاي النادي الاهلي بيلعب وبيدفع ضريبة ان هو في افريقيا، مش زي فريق اخر اتسهلت له كل الامور ايام الكونفدرالية عشان يحققها وما وفاش بوعوده وبخطاباته والكلام اللي شرحناه لكم قبل كده. ولكن النادي الاهلي ملتزم زي ما قلنا بدوره وواجبه الوطني اللي هتلاقيه على مر التاريخ. بداية الكرة المصرية كان نشأتها من قلب النادي الأهلي، وزي ما انت قلت بقى يا أسامة، هو مش بس مجرد اللاعبين دول، ده انا هاخد كمان الناس لفكرة اللاعبين اللي بيمثلوا النادي الأهلي في أولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله، هيحققوا نتائج جيده. 20 لاعب في كره القدم: محمد الشناوي، اكرم توفيق، صلاح محسن، ناصر ماهر، بيكم وطاهر، محمد طاهر. في اليد: عصام الطيار، ابراهيم المصري، واحمد عادل. تنس طاوله: خالد عصر، محمد البيلي، يسرى حلمي، وهنا جوده. والعاب القوى: ايهاب عبد الرحمن، اللي ليه قصه لوحده ان شاء الله باذن الله نتكلم عنها، تتوج بميداليه ان شاء الله، رحله كفاح يعني. ومصطفى الجمل ومحمد حمزه، كاراتيه جيانا مصطفى، سباحه قصيره علي خلف الله،
وغطس مها عبد السلام وتنس أرضي ميار شريف. كل التوفيق لبعثة المنتخب وبعثة البعثة المصرية الأولمبية في تحقيق ميداليات. وزي ما قلنا النادي الأهلي زي ما قال فارس منذ البداية طبعا كان الكابتن سيد نصير أول ميدالية ذهبية اتحققت لمصر، طبعا ده كان لاعب النادي الأهلي. نتمنى كل التوفيق للبعثة المصرية في تحقيق الأولمبيات. والنهاردة المنتخب المصري لكرة اليد قدم صورة مشرفة كالعادة وفاز النهاردة على البرتغال 37-31. نتمنى لي التوفيق والحصول على ميدالية بإذن الله. طبعا مش هينفع نتجاوز او نتخطى مباراه البنك الاهلي من مبدا اننا لازم نتعلم من اخطائنا، ومن مبدا اننا اول ناس بنحط الصوره الكامله قدام المتلقي، مش بنخدع انفسنا، لا احنا عارفين الاشياء اللي ممكن تعطلنا خارجيا زي اخطاء تحكيميه وما شابه وضغوط مباريات، وكمان الاشياء اللي ممكن تعطلنا نتيجه بعض التقصير مننا اللي بالمناسبه عشان نكون واضحين هو موجود في كره القدم، حتى الاستهتار هو موجود في عرف كره القدم وبيحصل مع فرق كتير جدا، لكن المهم ان انت في النادي الاهلي توقف النقطه دي وتبدا عندك 10 مباريات بتلعبهم مباريات كؤوس، ما زالت الفرصه في ايديك والكوره في ملعبك، فتقدر باذن الله تسعد جماهير النادي الاهلي كلها. فارس، نفس الفكره ان انت تنهض، وده اللي منتظرينه من النادي الاهلي. يمكن كنت سعيد جدا الناس بتكلمنا عن فكره فقره اون سبوت، بيقولوا اللحظه دي احنا محتاجين نسمع فيها زي ما كنتوا بتقولوا لنا الخلاصه والملخص كده كنتوا بتعملوا معانا في اون سبوت ده. عشان كده النهارده اون سبوت في رايي مهمه جدا. ايجابيات وسلبيات طبعا. نبدأ نشوف الإحصائية بتاعة المباراة عشان هنروح لبعض النقاط المهمة اللي تفهمها من الخريطة بتاعة الأرقام دي. طيب النادي الأهلي استحوذ بنسبة 63% قصاد 37%. طيب الاستحواذ ده كان إيجابي ولا سلبي؟ في رأيي لم يكن إيجابي بالدرجة الكافية، لأن محاولات النادي الأهلي الـ 13 كان قصادها 9 محاولات للبنك الأهلي، وده رقم مش قليل. إن على الأقل البنك الأهلي يبدأ يعمل التحول من الدفاع للهجوم إلى المناطق اللي تخليه بقى عنده محاولة. محاولات على المرمى 4 قصاد 3، 4 من 13، معناها ان دقة محاولاتك ما كانتش بالقدر الكافي، وده اللي انعكس كمان على الاهداف المتوقعة اللي كانت 1.5 في مقابل 1.25 للبنك الاهلي. طيب ده رقميا، ولكن فنيا مهم جدا نقول حاجة. ايه اللي خلى الامور تمشي كده؟ أسامة هيكلمكم في نقطة ليها علاقة بشكل الاهلي في الموسم كامل، وانا عايز اكلمكم الاول في نقطة فنيا داخل المباراة. داخل المباراة احنا كان عندنا مشكلة واضحة جدا يا أسامة، وهي فكرة ان الظروف اللي انت اتكلمت فيها بتاعة وجود لاعبين في المنتخب أثرت فنيا. هل معناه ان اللاعبين اللي موجودين ممكن نرجع بعد اذنكم، هل معناه ان اللاعبين اللي موجودين ما كانوش بالكفاءة الكافية؟ لا، القصة مش كده خالص، ولكن القصة في امور طبيعية. انت اضطريت تلعب باتنين اجنحة وهما أجايي وكهربا. في حاجة يا جماعة في كرة القدم اسمها الاستامينا، دي ايه؟ دي المنتال والفيزيكال باور بتاعك، القدرات الذهنية والبدنية بتاعتك. كل لاعب فينا وكل انسان فينا لو بدأ يعمل مجهود بدني هيكون للاستامينا دي بتنزل بعد عدد دقائق محددة، يعني بعد الدقيقة 30 لو انت بتعمل تدريب هتبدأ تلاقي المنحنى بتاع الكيرف البدني والذهني، على فكرة ان الاتنين مرتبطين ببعض، بدأ ينزل. أجايي وكهربا هم علميا من الدقيقة 60 للدقيقة 75 وفقا للدقائق اللي خدوها الاثنين هيبداوا ينزلوا. بالظبط. فاحنا بدأنا بالاثنين، فده انعكس عليك ان جيت لحظة فقدت الاثنين ومبقاش عندك حل منهم، ده معناه ايه؟ انه يفضل بكرة ان انت ما تبدأش بالاثنين، ولكن دي ظروف انت اتحطيت فيها، لان بواليا كمان يا أسامة مش هو اللاعب اللي كان طول الوقت رجله في الملعب، وأكيد انت متفق معايا. هو ده المفترض ان انت هتقول لو انت عندك البدايل الموجودة واللي انت اتحرمت منهم كان المفترض ممكن تبدا باي اثنين اجنحه، لكن بالتالي انت ما عندكش حاليا غير الاثنين وحسين الشحات العائد من الاصابه وبيشارك في تمرينه فقط لا غير النهارده، فبرضه دي الظروف اللي انت بتدفع ضريبتها. احنا هنقول السلبيات، لكن في النهايه لازم نوضح الصوره للناس ونوضح اللعيبه اللي مع المدير الفني والوقت اللي انت بتلعب فيه وجاي بعد بطوله افريقيه حققت لقبها، فبالتالي انت كده كده حتى لو النتيجه كانت غير تقدم النادي الاهلي كان بيتسو موسيماني هيضطر يلجا لتغيير أجاييه وكهرباء. طب الحل ايه عشان نتجاوز ده بكره؟ الحل من وجهه نظري ان انت في خلال ال 60 دقيقه تحاول قدر الامكان انك تحسم المباراه باكتر من هدف، عشان لما تيجي تعمل تغيير للاجنحه بتاعتك حتى لو نزلت بحسين الشحات، حتى لو بدات تغير في الفورميشن بتاعك، يبقى على الاقل انت واصل لمرحله
من حد التأمين لنتيجة المباراة، لأن دي ظروف مرحلية. أمامنا ثلاث مباريات صعبة جدا يا فارس، التسع نقاط مهمين جدا. كمل كلام. ده بقى اللي على الأمر اللي احنا بنتكلم فيه كخط عام للمباراة، ولكن في تفصيلة نقدر نشوف الهدف اللي دخل في النادي الأهلي، لأن هو مجموعة أخطاء مركبة نتمنى ما تتكررش أو ما نقعش فيها تاني. ده على مستوى الهدف. على مستوى النادي الأهلي ككل، أسامة هيكلمكم في نقطة وأنا هكلمكم في نقطة، ولكن نروح للهدف نفسه لو معانا ونقدر نعرضه. الهدف يا جماعة كان مجموعة أخطاء مركبة تتاليت مع بعض. هنا في البداية الأوفر، هنا كان محمد هاني عنده قدرة ان هو يعرف ان طبيعي اللاعب ده طالما راح للحتة دي وهيعمل الاوفر، فكان لازم يبقى فيه اكسلريشن اعلى شوية عشان اعمل البلوكينج. ده ما حصلش. الكرة اترفعت. بالون يا جماعة مستو في النادي الاهلي ان هو حاجة اسمها بول وينر، اللاعب اللي بيفوز دايما بالكرات الهوائية. لازم بالون ما يلعبش على التوقع ولا حركة علي لطفي، لان في إعادة تانية كانت بتبين ان هو بص على علي لطفي اللي كان كمان المفروض يعرف ان الكرة مش معمولة شارب جدا، فكان يقدر يفكر انه يطلع ياخدها، وهو فعلا طلع ورجع في نفس الخطوة، فعشان كده كان ثابت لحظة تسجيل الهدف. كمان معلول لما عمل الكاتنج انسايد عشان يرحل دفاعيا، كان لازم يكون قراره التام هنا في اللحظة دي ان انا هطلع الكرة. اربع اخطاء مركبة نتج عنهم الهدف. عشان كده كرة القدم تكمن في التفاصيل. اتفضل يا استاذ. كمان ان ولتر بواليا مش جناح، واللي رفع الكرة الباك، فحتى ولتر بواليا المفترض اهاني لما اتاخر على انه يقفل على جناح فريق البنك الاهلي، ولتر بواليا ما قدرش يعمل الترحيل مع الباك ليفت، فبالتالي ده كمان اخر فكره مساله البلوك، فرفع الكرة الباك ليفت بتاع فريق البنك. وكمان علي لطفي ما تعاملش مع الكرة بشكل امثل، وقرر ان هو يتلقى او يقف على الخط. في بعض الناس قالت ان ممكن علي لطفي كان يقدر يتعامل مع الكرة دي ويطلع يمسك الكرة دي. مجموعه اخطاء، هي زي ما قال فارس اخطاء مركبه، وحصلت في الدقيقه 86، وهو ده اللي اشعل غضب جماهير النادي الاهلي بشكل ما، لان دي اخطاء تكررت هذا الموسم اكتر من مره. وبعض الجماهير استعرضت او عملت مقارنه بين الموسم الماضي والموسم ده، فشافت ان الدنيا ممكن تكون صعبه. خلينا نستعرض المقارنه دي وبرضه نوضح احنا فعلا في مرحله صعبه وايه الاسباب اللي وصلتنا لدي. دي طبعا مقارنه بين الموسم الماضي والموسم الحالي حتى هذه اللحظه. فقدان نقاط الموسم الماضي كان 13 نقطه فقط لا غير. انت لما تيجي تفقد 20 نقطه هذا الموسم، فبالتاكيد في تراجع الى حد ما في مستوى النادي الاهلي لانك ما كملتش الموسم. استقبال اهداف، انت الموسم الماضي استقبلت 8 اهداف فقط لا غير، وده مؤشر على صلابه المنظومه الدفاعيه لديك. الموسم ده انت استقبلت 18 هدف، وده رقم كبير اساسا على النادي الاهلي في مواسم كتير. كمان عدد مباريات استقبال الاهداف، انت الموسم الماضي قدر 6 فرق او 6 مباريات فقط لا غير تهتز فيها شباكك، انت المره دي اهتزت شباكك 15 مره. لو شفت الصوره بالشكل ده ممكن تبقى عندك وساوس من ما هو قادم. ولكن فكره حتى لما تيجي تقارن بالمتصدر، هتلاقي المتصدر نفس فقدان النقاط 20 نقطه، نفس استقبال الاهداف 18 هدف، نفس كمان عدد المباريات الا مباراه 14 هدف اهتزت شباكه. ده حاصل، ودلوقتي ده المتصدر او المنافس ليك. لما توصل لمرحلة ان انت تبقى على مسافة واحدة من المتصدر، بالتأكيد ده بيشعل غضب جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي لا ترى في الدوري المصري الا منافس. ومن وجهة نظري النادي الاهلي مستواه هو اللي بيحدد مدى المنافسة على البطولة. انا هنا مش عايز استبعد كمان النقطة اللي انا هتكلم فيها، اللي هي فكرة الضغط اللي وقع عليك نتيجة ان انت بتلعب في مباراه وتسع مرات تسافر خارج مصر، او تسع مرات تلعبها خارج مصر من كاس عالم الانديه لسوبر افريقي لدوري ابطال افريقيا، انك كمان بتلعب 8 مباريات او 10 مباريات في تحديدا في شهر اللي هو 10 ابريل حتى 10 مايو، فقدت فيه 8 نقاط، وده كان لود عليك جدا انك بترجع تلعب بعض المباريات بتركيزك الافريقي، ودي مشكله بنتكلم فيها وبنتمنى انها تتعالج، ان انت تبدا تدخل في مباراه الدوري بشكل كامل. غير بقى الاخطاء التحكيميه اللي حرمتك انت من 9 نقاط، كان زمانك بالوضع اللي احنا شايفينه فنيا سيء، احنا على قدم المساواه مع المتصدر ولسه لينا 3 مباريات مؤجله. ده كمان مع اعتبار ان المتصدر فاز ب 11 نقطه باخطاء تحكيميه. فعشان نشوف الصوره لازم نشوفها كامله، نشوف سلبياتنا ونشوف ايجابياتنا. طب ايه سلبياتنا؟ هي سلبياتنا اللي مش ممكن تكون موجوده في النادي الاهلي الموسم ده، ان انت اخر ربع ساعة او تحديدا اخر 5 دقايق اصبحت بتفقد التركيز، فبتستقبل اهداف، ففقدت 7 نقط كاملة بسبب من الدقيقة 86 للدقيقة 93. في الدقيقة 86
تعادل البنك الأهلي وتعادل الجونة في نفس الدقيقة أفقدوك 4 نقاط بعد ما كنت متقدم 1-0. في الدقيقة 92 أنت استقبلت هدف من الاتحاد ولكن لم يؤثر عليك في فقدان النقاط لأنك كنت كسبان 2. في الدقيقة 93 استقبلت هدفين، هدف من سموحة بعد ما كنت متعادل وهدف من بيراميدز بعد ما كنت فايز أفقدوك 3 نقاط. فالمحصلة أنك فقدت 7 نقاط في التوقيت اللي أصلا معروف باسم النادي الأهلي، ده وقت النادي الأهلي اللي بيسجل فيه الأهداف. فدي سلبيات أكيد ناخد بالنا منها، لكن عندنا إيجابيات، وحتى في نفس الربع ساعة هيطرحها فارس. الإيجابية في نفس الربع ساعة إن النادي الأهلي عامل رقم قياسي في التسجيل في آخر ربع ساعة، 14 هدف. طب ده إيه مدلوله؟ مدلوله إن أنت بتتأخر نسبيا في حسم المباريات، ولكن بيكون عندك القدرة البدنية، لأن مستحيل الناس بدأت تقول أصل النادي الأهلي بيفقد تركيزه في الدقائق الأخيرة. أنا آسف يا جماعة، ممكن نتكلم عن حالات دفاعية ولكن مفيش فريق بيفقد تركيزه أو إن احنا نعممها وهو مسجل 14 هدف، أعلى معدل للتسجيل. وما نقدرش نقول السبب إن النادي الأهلي بيقع بدنيا في آخر ربع ساعة، لأن مستحيل تكون بتقع بدنيا في آخر ربع ساعة وأنت دي أعلى ربع ساعة عندك في التسجيل. ده كلام بيتنافى مع كل منطق في كرة القدم. طيب إذا ناخد من الحتة الإيجابية دي والحتة السلبية إيه؟ إن أنت مسجل 34 هدف في الشوط الثاني وفقط 14 هدف في الشوط الأول، فرق 20 هدف، ده فرق كبير. وموسيماني نفسه حاطط إيده على المشكلة دي لأن هو اتكلم في المباراة اللي فاتت وقال إحنا اتأخرنا. طيب في رأيي في حل بسيط جدا لفكرة استقبالنا الأهداف في الدقائق الأخيرة. موسيماني نفسه عمله قصاد الزمالك في نهائي القاضية لما نزل رامي ربيعة. انا عندي قناعه تامه ان كل الدقائق اللي استقبلنا فيها اهداف، لو كان في سنتر باك نزل ثالث عشان يلم الكرات او يقف ورا خط الدفاع او يبدا يلعب بمبدا اشبه للليبرو او السويبر، كان النادي الاهلي مش هيستقبل على الاقل 5 اهداف من ال7 اللي احنا عرضناهم. وبالحالات بس ملهاش وقت لانها رجعتها كلها خمس اهداف دول كان على الاقل ال7 نقاط تقدر تتجنب منهم فقد 5 نقاط على الاقل، لان في نقطتين او في تعادل في مباراه انت ملهاش علاقه بفكره التمركز. ولكن في كل مره لو كان عندك سنتر باك كان موجود زي ما موسيماني نفسه عمل في نزول رامي ربيعه اللي كان في رايي فكره جيده جدا، كنت تقدر تتجنب دي. فده لازم يكون تفكير جوانا يا اسامه، في ان انا في وقت ممكن افكر ان انا انزل سنتر باك ثالث عادي جدا، ما فيهاش حاجه تنتقص منه. بس خليني اقول لك حاجه، مباراه بيراميدز ما اقدرش اقول ان هي كانت محتاجه سنتر باك، لان الخطا اللي حصل هو حالة عدم توفيق بشكل صعب جدا يتكرر. احنا عملنا ايه في مباراة بيراميدز؟ اتعادلنا. هي دي المباراة اللي انا بقول عليها. طب في مباراة تانية بقى. في مباراة سموحة طبعا كان الفاول اللي لعبه الكابتن محمد الشناوي من نص الملعب وارتد بشكل غريب جدا في حالة توفيق غريبة جدا، فسجل منه حسام حسن هدفه الأخير مع سموحة قبل الاحتراف. فما تقوليش عملنا ايه في بيراميدز. انت بقى يا اسامه لو نرجع قبل اساسا اللعبه نفسها، انت في لحظات لو انت عندك السنتر باك الثالث هيكون حتى توزيعه مسار الكره والتدرج بالهجمه مختلف تماما. انا بشوف ان طول الوقت وانت عندك سنتر باك ثالث في حاله انك انت بتبدا بالهجمه وفي حاله ان بيبقى في لاعب زياده واخد اللاعب اللي بيدخل يضغط عادي او يعمل الضغط البريشر العالي، ده هو نتيجه ان انت بتلعب اساسا موسيماني طول الوقت بيبقى فاتح الاثنين قصاد الحارس المرمى عشان تبدا تتدرج بالشكل ده. في رايي الثلاثه هتغير ترتيبك في الملعب. لا مش في ماتش سموحه، هقول لك ليه الاسباب، لان هي كانت فاول على في نص الملعب، فحتى لو معانا سنتر باك ثالث كان هيطلع جوه ال 18. دي ممكن بالشكل ده مش يعني ما اقدرش اختلف معاك قوي فيها، ولكن انا بتكلم على نسق بدايتك للهجمه ونسق استقبالك للهجمه. وجود سنتر باك ثالث في اللحظات اللي احنا استقبلنا فيها اهداف في رايي كان هيفرق. نتمنى ونتمنى حاله عدم التوفيق في الدقيقه دي، لان الفرق بتبقى في توفيق بشكل غير طبيعي، تحديدا ماتش الجونه الكره الوحيده اللي جت اون تارجت من فاول على في وسط ملعبنا بيترفع بتتسجل هدف. امبارح ماتش اول امبارح ماتش البنك الاهلي كره على اون تارجت بتسجل هدف. نتمنى الكره تكون يعني زي تدينا حاله التوفيق. بس رساله لجماهير النادي الاهلي، كن سبورت لفريقك، مقدرين غضبك، لكن خد بالك ما تغضبش ازيد من اللازم عشان ما تضغطش على الفريق ازيد من اللازم. وتذكروا ان احنا في دوري ابطال افريقيا وقعنا امام سيمبا التنزاني وخسرنا مباراه خارج الملعب، ثم تعادلنا 2-2 في ملعبنا هنا، فكانت الامور اشبه بالصعوبه في انك تصعد من دور المجموعات. في النهايه انت بطل البطوله العاشره، والرساله تقريبا واصله للجماهير، فطالعين بهاشتاج
تقريبا الهاشتاج الثاني والثالث والرابع متصدر تويتر فارس جماهير النادي الاهلي بالروح الدوري مش هيروح، ترند رقم 2 ب 12900 تويتر، دوري الجماهير يا اهلي، موت على الدوري يا اهلي، رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، هي دي جماهير النادي الاهلي، وهو ده اللي اعتدناه من جماهير النادي الاهلي، انها في الوقت الصعب بتكون خلف الفريق. والحقيقه الهاشتاج دوري الجماهير يا اهلي دي رساله للاعبي النادي الاهلي، على قدر ما انت اسعدت جماهير النادي الاهلي واسعدت كل المنتمين للمنظومه بقالك فتره طويله جدا، ما شاء الله كل البطولات بتحققها، نتمنى تكمل جميلك وتكمل دورك مع جماهير النادي الاهلي، لان هي منظومه متكامله ما تعرفش غير طريق البطولات. انا عارف ان الامر شاق، لكن انتوا رجاله الاهلي قدها ان شاء الله. المثير في الامر في الهاشتاجات ان جمهور النادي الاهلي بينافس نفسه كالعاده، ثلاث هاشتاجات وبالثلاثه بيتنافسوا على الصداره، لكن الفكره واحده ان الدوري مهم جدا، والفكره واحده ان جمهور النادي الاهلي لا يشبع بالبطولات، ودي عقليه النادي الاهلي منذ 1907، واللي كان عنده عقليه كمان محتاج اقف عندها ومحتاج اشيد بيها هو موسيماني. احيانا يا جماعه اي حد في العالم وهو خارج بانتصار بحجم دوري ابطال افريقيا اللي بيحققه للموسم الثاني على التوالي، طبيعي واسئله الصحفيين بتبقى في المؤتمرات الصحفيه اللي زي دي صعبه شويه، فممكن تاخدني ردود لفكره الفريق، الاعذار، المبررات، ولكن موسيماني عمل شيء رائع. موسيماني اتكلم بعقليه المدرب اللي عارف الخطأ فين، اللي شبه عقلية النادي الأهلي اللي لا تبرر أبدا الإخفاق. نطلع ونسمع موسيماني لأن كلامه كان مهم جدا. Maybe because of absence. No, we didn't play well. لا مش حكاية تباين المستوى، احنا النهارده ما لعبناش كويس. I'm disappointed with my team. أنا محبط من فرقتي. Myself included. وانا كمان محبط من نفسي، انا برضو من فرقتي ومن نفسي كمان. We didn't play well. ما لعبناش كويس. It's not the last five minutes. مش فكره اخر خمس دقائق بس، لاست 15 مينتس والاخر 15 دقيقه وي didn't have the game، ما مسكناش الماتش في ايدينا، خلصته في اخر ربع ساعه، سيبنا الماتش يهرب مننا. But you should have finished it in the first half. كان المفروض نخلص الماتش من الشوط الاولاني. We had all the chances in the first half. جات لنا فرص كتير اهدرناها في الشوط الاولاني. Football will always punish you if you don't take the chances. كره القدم بتعاقبك لو انت ما ترجمتش فرص جات لك لاهداف، بتم معاقبتك. اتفضل يا فندم. What is your vision for the division now? You, are, you lost today two points. What is your vision for the rest of the games, for the competition, for the title? No, we have to fight for the Dowry. كنا نقاتل على اللقب. What else can we do? عندناش حاجة تانية نعملها. We have to try and fight. نحاول ونقاتل ونحاول. It's not easy in our hands. دلوقتي بقتش سهلة، بقتش في ايدينا قوي زي الأول. So, but that's football. بس دي كورة. But I don't know what's coming. بس مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. مش اصلا الكلام. طيب هنا المدرب اللي بيحمل نفسه المسؤوليه ولاعيبته المسؤوليه وبيقول سنقاتل من اجل الدوري، مدرب عارف الوضع وعارف الظرف وعارف كمان ايه اللي في ايه اللي جمهور النادي الاهلي في اللحظات اللي زي دي ما بيحبش يسمعه، وهو اي مبررات. النقطه بس الاهم ان مازال الدوري في ايدينا يا مستر بيتسو، وانت الوحيد اللي تقدر بلاعبيك طبعا تتحكم في مصير الدوري المصري. فوز 10 مباريات معناها فوز بالدوري، مفيش فريق تاني في الدوري المصري حاليا عنده الافضليه دي. لكن كمان بيتسو موسيماني بعد مباراه سموحه والهزيمه من مباراه سموحه كان غايب عننا ست لاعبين في مباراه الزمالك، فاتكلم عن الاصابات او اتسال عن الاصابات، قال ما بحبش ادي اعذار، انا فزت وانا ناقص ست لاعبين على الزمالك، فما ينفعش اجي وقت الخساره اقول انا عندي ست لاعبين، لكن الحقيقه ان انت بالفعل كنت ناقص ست لاعبين، زي بالظبط ما كنت ناقص ماتش البنك الاهلي ست لاعبين ومكمل عدد مباريات وانت ناقص ست لاعبين، ومع ذلك رفض ان يكون ده العذر السهل. نسمع بيتسو موسيماني. The level is not the same like the Champions League. Maybe because of absence for the play for the Olympic national team. If I want an easy way out to make excuse, I can say that. لو عايز اطلع نفسي الموضوع اشوف الموضوع سهل، العذر السهل اقول لك اه عشان غيابات اللعيبه راحت المنتخب الاولمبي. But I'm not the coach who's going to make excuses. لكن انا مش من نوعيه المدربين اللي بنوجد اعذار، بدور اعذار. And blame the referee. والوم التحكيم والوم الحكم. Blame the six players who went
the Olympics. بلوم بقول غيابات ست لعيبة راحوا المنتخب الأولمبي. We knew about that before. إحنا كنا عارفين من الأول إن في لعيبة هتروح المنتخب الأولمبي. And we need to support the country. المفروض نساعد بلدنا. المفروض ندعم بلدنا. We have to support the country. طبعاً كده نساعد بلدنا. Yes, it's not a FIFA calendar game. طبعاً ده مش في مش أجندة الفيفا ماتشات الفيفا الدولية. You can say no if you want. وممكن تقول لأ لو أنت مش عايز تدي لعيبة ممكن تقول لأ. Like other teams in Europe, they said no. زي في أوروبا في أندية كتيرة قالت لأ مش هسيب لعيبتي. But we support the national team. بس إحنا بنساعد منتخب بلدنا وسبناه. And you will always be affected either way. طبعا لازم في مشجع باخر انت اصلا ايه but if I want to make an excuse easy way I'll say yes. لما عايز ادور على عذر سهل اقول اه طبعا اتاثرت بالغيابات دي. بيتسو موسيماني رافض يمنح نفسه او لاعبيه الاعذار مع انها اعذار او اسباب منطقيه جدا نفس اللي عمله في مباراه سموحه. لكن بيتسو موسيماني اتعاقب قبل كده بالتغريم لما قال كنت اتمنى الاتحاد المصري ياجل لي مباراه او مباراتين عشان وانا داخل العب صن داونز اكون باريحيه. تم عقوبته النهارده بيتسو موسيماني اللي تم عقوبته على التصريح ده هو نفسه بيتسو موسيماني اللي بيقول ده واجب وطني وده دورنا وعارفين كويس قوي ان لوائح الفيفا تقدر تخلينا نمنع ولكن ده بيتكلم باسم النادي الاهلي ده دور النادي الاهلي. حقائق واضحه في تقصير حصل في مباراه البنك الاهلي وارد جدا لكن مش هنغفل حقائق ان انت اتظلمت تحكيميا 9 نقاط المنافس فاز ب 11 نقطه بالاخطاء التحكيميه ان انت كمان لعبت في اوقات مضغوطه انت اكتر فريق شارك في عدد مباريات منذ بدايه الموسم لانك الفريق اللي كمل نهائي دوري ابطال افريقيا وحقق البطوله العاشره انت الفريق اللي بيتحرم من 6 لاعبين في مباريات حاسمه جدا في صوره من صور عدم تكافؤ الفرص المنطقيه جدا ولكن احنا لما بنتحدث عن ده احنا النادي الاهلي قادرين على اننا نواجه مصيرنا وندفع نفس الضريبه وباذن الله نحقق البطوله. النقطه الاخيره حصل جدال على فكره مين او طريقه حسم مباريات او بطل الدوري العام لو تساوينا في عدد النقاط الاهداف ولا المواجهات المباشره لقيناها ايه؟ الاول المواجهات المباشره بين الفريقين نفسهم اللي بيتنافسوا على الصداره بعد كده لو تساووا في النتائج هيبقى فارق الاهداف ما بينهم في مواجهتهم هم لو بما معناه ان لو فوزوا فوز يعني يا جماعه بتيجي للفارق ما بينهم. والحاجه الثالثه يا اسامه لا هي الحاجه دي تجوب بما قبلها لان في النهايه المتنافس حاليا على الدوري هو نادي الاهلي ونادي الزمالك. الزمالك متصدر بعدد مباريات ازيد ولكن النادي الاهلي لابد من انه يقاتل على الـ3 مباريات اللي هيلعبهم الفتره دي اللي هيبتديهم من بكره ان شاء الله الانتاج لان هو ده اللي هتقدر تصدر بيه الضغط لفريق الزمالك لان وقت ما تتساوى في عدد نقاط انت عندك افضليه صحيح. المواجهات المباشره اللي بتحسم اللقب لصالحك ده في حاله التساوي في عدد النقاط. بنعرض الكلام ده مش على اساس نقول احنا عاوزين يا جماعه نفوز الدوري بالمواجهات المباشره احنا بنقول عايزين نفوز الـ10 مباريات ونجتهد لده ونتمنى ده يتحقق لان في النهايه الكوره فوز خساره تعادل نتمنى دايما ان يكون التوفيق حليفنا وحليف فريقنا ان شاء الله ونحقق الـ30 نقطة كاملين ونحقق بطولة الدوري العام عشان تبقى بطولة أخرى بتوضح نقطة يعني إيه الدوري المصري يعني الكل يعيش الوهم والنادي الأهلي ياخد الدوري. نطلع فاصل اوعى تروحوا في أي حتة منتظرينكم وكمال حلقة الأهلي خط أحمر وأحداث شيقة جدا إن شاء الله. جمهوركم بيديكوا رسالة هاشتاج بالروح الدوري مش هيروح هو الأول على مصر دلوقتي إن شاء الله النادي الأهلي ينهي المسابقة وهو بطلا ليها. ولكن فقرتنا المحببة فارو اللي بنتقمص فيها شخصية الحكام الدوليين لأن كان في حكم أعتقد مش دولي عندنا كلام كتير عنه يا أسامة في الفقرة دي. بالتأكيد يا فارس واحنا عايزين نوضح للجماهير ان احنا فقرتنا فار روم احنا دورنا اننا بنوضح اللي بيحصل من التحكيم المصري ده بنتناول حكم خارج نطاق الأداء الفني ولا حتى بنحطها شماعة ولكن بنوضح الأمور وبنحط كل شيء في نصابه. وأعتقد أن الفقرة دي الحمد لله ناجحة بشكل كبير جدا وإن كان المرة دي هنتكلم أصلا عن فكرة هو ليه تعيين هذا الحكم ده اللي مهم جدا ودي بدايتنا والبداية مهم جدا تمشوا بتسلسل الأحداث عشان يوصل لكم نقطة مهمة جدا. إحنا بنلعب في فترة ما فيهاش كل الفرق بتلعب ده رقم واحد. رقم اتنين الاهلي بس بيلعب في الاسبوع اللي فات ده مباراه مؤجله وهيلعب بكره بيراميدز هيكون له مباراه هيلعبها. اذا تستنتج من ده ايه؟ ان كل الحكام الدوليين متاحين. هم لجنه الحكام ارتقت ان يقعدوا يعيدوا
ايوه زي ما بقول لك كده، يقعدوا يعيدوا. طب ايه اللي حصل؟ تم استخدام حكم غير دولي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما حكمش الاهلي من امتى؟ من 2016، مباراه الاهلي والداخليه في 15/10/2016، وفي 12/7/2016 في الكاس مباراه الاهلي وحرس الحدود. طيب عايزين نوصل من ده لايه؟ اقول لك انا عايزين نوصل من ده لايه. عايزين نوصل ان اولا الحكم الدولي بيكون عنده رهانات خاصه، وده طبيعي جدا في العالم ان هو الراجل بيقيم كحكم دولي، شرطه الدوليه بيتم اختياره من ضمن عدد معين من الحكام. تاني حاجه، الحكام اللي اعتادوا على اداره مباريات الاهلي والزمالك اكيد حكام عندهم مواصفات شخصيه معينه ومواصفات فنيه معينه، واكيد ده بيدل ان هم حكام نخبه. حاجه كمان مهمه جدا، ان انا حكم ما حكمتش للاهلي من 2016، وواضح جدا ان انا ما باخدش ماتشات للاهلي، فذهنيا بتعامل ان لو مشكله حصلت ده وارد ان انا ما حكمش الاهلي تاني، ما انا اوريدي ما حكمش الاهلي. لكن في نقطه مهمه انا لا ارى ان هي عبثا ابدا، وبشوف ان لجنه الحكام بتنتهج نهج خطير جدا السنه دي، لان ببص على سيكولوجيه الحكام فيه، وهو ايه؟ مباراه بيراميدز يا اسامه والزمالك اللي كان فيها كارثه جهاد جريشه الشهيره، وحصول الزمالك على عدد من النقاط الغير مستحقه ضمن ال 11 نقطه اللي انت قلت عليهم، كان بيليها مباراه الزمالك وسموح، كان بيحكمها الحكم محمد الحنفي، كان في ضربه جزاء على طارق حامد راح للفار، ورغم ان المباراه اللي قبلها في كارثه تحكيميه مصر كلها بتتكلم عنها، ما جابش اللقطه من اكتر من مكان وما استناش وما كانش فارق معاه، وعشان الاخراج يخلي مسؤوليته خلال المباراه راح عارض له اللقطه تاني، وبيقول بما معناه ان الحكم ما طلبش او ما استناش. طيب ده بيدل ايه؟ ان الحكام نفسيا بيتعاملوا ان عادي، مباراه الزمالك فيها اريحيه. كمان قيس اختيار حكم زي ده للمباراه اللي زي دي، يوصل لك ان في الفترة اللي انت مفترض تكون احرص اتحاد فيها على ان ما يكونش فيها اخطاء تحكيمية تاني، لانك بتحسم مصير المسابقة، بتجيب حكم غير مصنف دوليا، وداخل المباراة كل قراراته كان فيها شكل من اشكال الاستسهال. الشيطان يكمن في التفاصيل، والتفاصيل السنة دي ريحتها فاحت قوي. بص، هو كمان في نقطة مهمة جدا، بغض النظر عن فكرة الحكام، وأنا أعتقد أي حكم دولي هيتمنى أنه هو يجي يحضر المباراة، وتحديدا إبراهيم نور الدين حكم جاء قاعد في غرفة الفار، ولو أنت حتى يعني بتفكر أن أنت تجيب حكم ساحة، وطالما إبراهيم نور الدين نزل من البيت فنزله أرض الملعب وهات حكم فار برضو من الحكام الدوليين. القصة مش كده وبس، القصة أن أصلا النادي الأهلي ما قدم لك طلب من فترة أن احنا عايزين تحكيم أجنبي، يعني يا سيد الفاضل نحن نعاني من التحكيم المصري، التحكيم المصري غير موفق في مباريات النادي الأهلي، التحكيم المصري حرمنا كنادي أهلي من رفاهية أن احنا نستهتر مباراة بعد بطولة أفريقية، حرمنا من ده. ليه؟ لان انا دلوقتي لو كنت واخد حقي تحكيميا زي ما قلت، انا كان زماني متساوي مع نادي الزمالك بمجاملات او بالاخطاء التحكيميه لنادي الزمالك، هم 13 نقطه وانا خصمت 2 كان يستحقهم في مباراه اسوان ركله جزاء لي، فالاجمالي هو خد 11 نقطه بالاخطاء التحكيميه، يعني كان الفارق يبقى 20 نقطه. انت حرمتني من ان انا اكمل الدوري وانا في حاله رفاهيه تامه زي الدوري بتاع السنه اللي فاتت، ويبدا التنافس على المركز الثاني بين نادي الزمالك واي نادي اخر. حاليا الزمالك داخل معايا في المنافسه، فعلى الاقل بما انك رفضت ان انا اجيب تحكيم اجنبي برغم ان انا قلت هدفع الفلوس طبقا للائحه، لكن انت استغليت نقطه في اللائحه ان لازم موافقه الاتحاد، ومن هنا خرج رئيس اللجنه الثلاثيه قال انا مش هوافق. فبالتالي على اقل تقدير ان انا في مرحله زي دي فيها جاي وقع على النادي الاهلي ضريبه ان هو حرمانه من لاعبيه في مباريات المفترض حاسمه للدوري، تحط لي تحكيم دولي على الاقل من الفئه الاولى، حتى اللي انا كنت معترض عليهم وعايزهم تحكيم اجنبي لعل التوفيق يصاحبهم في هذه المباريات مع وجود الفار. مش كده وبس، انت كمان لما جبت الحكم ده مش بس ما كانش بيحكم للنادي الاهلي، ده هو كمان ما بيحكمش لنادي الزمالك من نفس التاريخ تقريبا، يعني هو حكم مش بتاع اهلي وزمالك من وجهه نظر لجنه الحكام، مش من وجهه نظرنا، لانه لو حكم اهلي وزمالك بالتاكيد كان هيسندوا له المباريات دي، لكن هو في مباراه الزمالك كان اخر مباراه من يتسمنود في كاس مصر. المباراه دي طبعا كان فيها كارثه تحكيميه، ان كان في ركله جزاء واضحه لفريق منيه سمنود، تخيلوا فريق منيه سمنود للمهاجم الافريقي بتاع منيه سمنود وتجاهل عنها الحكم، وكمان في مباراه الزمالك وطنطا، لا دي مش كارثه تحكيميه بقى، دي من عجائب كره القدم والاخطاء التحكيميه في مباراه، حكم
حكم شايف قدام عينيه ثلاث ركلات جزاء لفريق طنطا كان كل ركله جزاء بيعمل كده. الكاميرا بتجيبه هو كده، يعني زاويه الكاميرا بتجيبه شايف وبيعمل كده. الاغرب ان هو طرد مهاجم نادي طنطا على انه بيدعي او بيمثل ان هو عايز يحصل على ركله جزاء. كل الاستشارات التحكيميه وقتها قالت ان دي ركله جزاء. فتخيل حكم بيرفض احتساب ثلاث ركلات جزاء في مباراه امام طنطا، وبيرفض ركله جزاء لفريق مكافح زي مينيا سمنود زيه زي بني عبيد زي الفرق المكافحه اللي بتشارك في الدوري، رفض احتساب ركله جزاء ليه كانت ممكن تمنحه التقدم وفاز الزمالك بعد كده او سجل بعد كده هدف الفوز. يعني لا بيحكم اهلي وزمالك من فتره طويله، ولا كمان يعني كان المباريات اللي حكمها شهدت اخطاء تحكيميه كبيره. طب جايبه لي ليه وفي عندي حكام دوليين وانا بشتكي من تحكيم اجنبي؟ ما انا بقول لك بيريحهم عشان العيد، اجازه العيد. الموضوع زي ما بنقول في غياب منطق تام، ولان الموضوع لا يتعلق بالمنطق فانتوا شايفين ده. الحكم عبد العزيز سيد حكم 14 مباراه السنه دي، منهم مباريات للاهلي والزمالك مفيش، ومباراه كانت بدايته مع الاهلي هي المباراه دي، ومباراه واحده لبيراميدز. طيب الاهم بقى ان في نقطه كمان طبيعي اي اتحاد في العالم، لو شفنا لقطه البنك الاهلي الدور الاول بالظبط، انت فقدت نقطتين بسبب خطأ عدم احتساب هدف واضح لأيمن أشرف، وكلنا طلعنا وقلنا وجبنا حالات عالمية واتكلمنا. نعرض الصورة برضه عشان الناس تفتكرها معانا، ده الهدف. هنا بقى إيه؟ كل اللي إحنا قلناه يا أسامة يخلي أي إنسان عاقل منطقي يختلف معانا. فترة مفيش مباريات فأنت متاح لك الحكام الدوليين. زي ما أنت اتكلمت في فكرة إن النادي الأهلي كان مقدم بيان، فطبيعي إنك تحاول على الأقل تجيب له أفضل حكام موجودين عندك. حاجة تالتة، عندك خطأ في مباراة الفريقين في الدور الأول فمش عايز تكرر أكيد الكارثة اللي حصلت. كل ده ما يفرقش مع اتحاد الكورة. يا جماعة إحنا مش عايزينكم تقولوا إحنا بنجيب للنادي الأهلي الحكم اللي بيحبه زي ما كنتوا بتعملوا مع أندية تانية. إحنا لا عايزين حكم بنحبه ولا الأهلي عنده حكم بيحبه، ولا إحنا أساسا في حكام عمرها خدمتنا، ولكن عندنا حاجة واضحة وصريحة، هات لنا حكام كفء، هات لنا حكام بالعقل والمنطق يكونوا هم المؤهلين لإدارة مباراة زي دي. زي ما قلنا مش عايزين ندخل بقى كمان في ملفات تانية وشركات راعية للاتحاد وعندك مين بيرعى مين ومين موجود في نادي مين، لان ده ملف لو اتفتح مش هيبقى حلو جدا دلوقتي. انا عايز اقول حاجه بس، في مباراه البنك الاهلي احنا دايما بنتجاوزها لان بناخد الخطا الاكبر وهو الهدف الملغي. في المباراه دي ركله جزاء اتكلم عنها الحكم الجزائري جمال حيمودي بوضوح جدا، وقفشه بيمرر بيعدي الكره وبيرقص مدافع البنك الاهلي، شال الكره بايديه، لا فار اتكلم ولا حكم الساحه اتكلم وقتها، ودي اللي تسببت في ازمه محمد الشناوي وقتها. فبالتالي كنت المفروض كاتحاد تكون حريص على تعيين حكام دوليين. اي قناعه غير اللي احنا قلناه بالمنطق وبالعقل يبقى صدقني اي حد محتاج يراجع نفسه لو بيختلف معانا ان اتحاد كره تقريبا بيسعى لإفشال المسابقة أو مش إفشالها، هو بيسعى قد يكون لتوجيهها، ولكن عندنا لعبة كانت خاصة بوقائع من الحكم داخل المباراة قال عنها سمير عثمان، هل اللاعب ده كان يستحق إنذار ولا لأ، ولو خده كان هيبقى إيه وضعه في المباراة؟ نطلع ونشوف الفيديو. المفروض عبد العزيز سيد كان يحتسب فيها طبعا ركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي مع الانذار بتهور، لان لعيب نادي البنك الاهلي طلع بتهور، بس كان تقدير عبد العزيز انه امر باستمرار اللعب. يعني ايه لعب التهور باسلوب سهل شويه؟ ان انا بلعب الكوره ومش عامل حسابي سلامه زميلي. نعم. او الخصم الثاني. هنا لا طبعا كان لازم يبقى فيه هو خطأ. الصح هنا انه يوقف اللعب، كان لازم يوقف اللعب ويدي انذار. تمام. طيب لاعب البنك الاهلي في كره انذار مستحق، مش هنقول بترقى للطرد في حالات كتير جدا بنشوفها، لا بس هي انذار، خلينا ولكن هنقول انذار. الحد الادنى المنطقي انك تحسبه في اللعبه دي هو كارت اصفر. طب اللاعب ده خد بعدها كارت اصفر تاني كان هيطرد من الدقيقه 8، ده ما حصلش ليه؟ لان الحكم كان له راي اخر، لان زي ما قلنا الشيطان يكمن في التفاصيل، وصدقوني ده دور التفاصيل. خلينا بس نؤكد احنا مش بنتكلم على خساره، احنا طبعا اتكلمنا في اول الحلقه عن اسباب اننا خسرنا نقطتين امام البنك الاهلي، ولكن في نفس الوقت انت لما يكون عندك بعض التقصير
في نفس الوقت لازم تطالب بحقك، وده دايما سياستنا وهدفنا، مش بنحط مبرر لخسارة طبعا نقطتين. ولكن تخيل انت بتلاعب فريق البنك الاهلي وهو ناقص لاعب من الدقيقة 8، لان نفس اللاعب دخل في كرة على حمدي فتحي في الدقيقة 8 خد انذار، لو كان خد الانذار الاول كان زمان ده انذار ثاني وكان اتطرد. حاجة في النقطة اللي انت بتقولها، احنا في مباراة الترجي يا اسامة والانذار بتاع لاعب هابي لاعب كايزر تشيفز حول نتيجة المباراة لسه هنروح للامور دي، لكن خلينا في المباراة دي ان انت كان المفترض تلاعب فريق البنك الاهلي من الدقيقة 8 وهو ناقص لاعب. الغريب ان الكابتن كريم حسن شحاتة طلع بتصريح بيتكلم فيه عن فكرة ان في ظلم تحكيمي وقع على فريق البنك الاهلي لعدم احتساب ركلة جزاء الكرة المشتركة بين مهاجم البنك الاهلي وطبعا الكابتن عمرو السولية، وشايف ان ده خطأ تحكيمي. احنا بنتكلم عن فريق تقريبا الدقيقة 8 كان يلعب 10، بنتكلم عن حكم كان بيوزع ابتسامات طول الوقت ودى حصانة للاعبي البنك الاهلي في التدخلات العنيفه اللي كلنا شاهدناها على لاعبي النادي الاهلي، وتقريبا كلنا في وقت واحد قلنا الحكم ده ناس الانذارات في البيت. الانذار اللي طلع في الدقيقه 8 ده اكيد وقع منه في الملعب وما عندوش انذار تاني يطلعه، وبين الشوطين حاول يبحث عن كارت اصفر يبدا يكمل بيه المباراه، لان في تدخلات عنيفه حصلت ادت حصانه للاعبي البنك الاهلي وجرأت لاعبي البنك الاهلي في كل التدخلات على لاعبي النادي الاهلي، وهنا مفيش حمايه تم توفيرها من قبل هذا الحكم للاعبي النادي الاهلي. ويطلع الكابتن كريم حسن شحاته بيقول ان له ضربه جزاء. احنا دايما عندنا القاعده بتقول نروح لاراء خبراء التحكيم، فنسمع الكابتن سمير عثمان هل بيتفق مع الكابتن كريم حسن شحاته ولا له راي تحكيمي اخر. الاختبار الثاني لعبد العزيز السيد، البنك الاهلي بيطالب بركله جزاء. هنا الكره دي يا جماعه كتف قانوني، كتف في كتف، الكتف القانوني اللي كتف، ولا كتف في الجنب يا كابتن؟ لا الاثنين، لو نرجع الثانيه يا كابتن هتلاقي الكتف في الكتف اللي وبرافو الفار كمان انه لا استدعاف دي ولا استدعاف دي، وده الاحتكاكات الطبيعيه اللي احنا بنتفرج عليها في البطولات اللي شغاله حتى في بطوله اوروبا امريكا. ده طبعا كان قرار سليم منه ومن ابراهيم. اعتقد الامر واضح وده راي خبراء تحكيم مش راينا، برغم ان راينا بيتفق تماما مع راي الكابتن سمير عثمان ويتفق مع اي حد لاعب كره، والكابتن كريم حسن شحاته لاعب كره، هو بس ممكن يكون شافها من الملعب المكاتفه ما فيهاش ركله جزاء. وبعض الاعلام الزملكاوي طلع اتكلم، طب لما انتوا بتقولوا على دي مش ركله جزاء ليه كنتوا بتتكلموا على ركله جزاء غزل المحله وبتقولوا لنا ركله جزاء، ظنا منهم ان احنا بنتكلم عن ركله جزاء حسين الشحات اللي اتحسبت في الدقيقه 90 وكنا متاكدين انها مش ركله جزاء، وان حكم الفار حاول يستدعي محمد معروف حكم الساحه من اجل اثبات ان انا موجود في كره كنا متاكدين انها مش تحسب ركله جزاء لانها بالفعل مش ركله جزاء. احنا لما بنتكلم عن ركله جزاء في ماتش غزل المحله بنتكلم عن دي، عن ركله جزاء محمد هاني اللي لا تقبل الجدل، لو حكم حتى لو ميوله زملكاويه ومنافسه وشاف الكلام ده حكم فار او ساحه مستحيل ما يمنحش دي ركله جزاء. ده كلام بنتكلم فيه في الاخطاء التحكيميه اللي بتحصل معانا في الدوري المحلي. طب انت شفتنا واحنا بناخد البطولات الافريقيه شفت في مشاكل تحكيميا حتى لما اتكلمنا عنها مش اتكلمنا عنها ان ده ممكن خطا غير وارد؟ طب انت شفت لما تطبق نظام الفار، لان البعض كان بيقول لو تطبق الفار الزمالك هيحقق كل البطولات، انت شفت لما تطبق الفار يا فارس في نصف النهائي والنهائي في بطولتين ايه اللي حصل؟ انا شفت ان النادي الاهلي اكتر فريق مستفيد داخل القاره من تطبيق الفار افريقيا، واكتر فريق مضرور داخل محليا داخل مصر من تطبيق تقنيه الفار. انا عايز اقول لك حاجه، الفار في افريقيا عمل ايه؟ الفار في افريقيا هنقف معاكوا واحده واحده ونديكوا لقطات فعلا تدخلات الفار فيها فرقت معانا، زي ما شفنا بطولات بنخسرها في 2007 وبطولات كان بيتحاول يتغير مسارها لولا النادي الاهلي كان قادر فنيا وقتها ان ده ما يحصلش. ولكن الفار بيديك في مباريات حاسمه جدا في مشوارك البطولة اللي فاتت والبطولة الحالية لحظات بتخليك فعلا تستحق كل بطل لان انت خدت حقك. ده ما بيحصلش في الدوري المصري. انا عايز اسأل سؤال مطروح على كل الناس، اتحدى في اي دولة على مستوى العالم في اي دوري مطبق فيه الفار في فريق خد 11 نقطة باخطاء تحكيمية مثبتة، ونتحدى اي حد لو في نقطة فيها مش مثبتة، خد 11 نقطة بأخطاء تحكيمية في وجود الفار غير نادي الزمالك. دور في كل دوريات العالم المطبق فيها الفار، لو لقيت فريق هتكسب معانا الدوري ال13. الغريبة فارس إن على نفس الجهة دايما الفار يا جماعة تقريبا بوصلته معروفة، الفار المحلي بيمنح الزمالك دايما أخطائه لصالح الزمالك باستثناء مباراة اللي هي أسوان،
واللي على الجهه المقابله النادي الاهلي دايما الفار الاخطاء ضد مصلحه النادي الاهلي. انت متخيل بتفقد 9 نقاط والمنافس بيفوز ب 11 نقطه، يعني كان المفترض يكون الفرق 20، يعني كان المفترض انا حاليا فارق 11 نقطه ولسه عندي 3 مباريات مؤجله. ده الفار المصري. بس تعالوا نروحوا دي اسكندرانيه صح؟ نروح اسكندرانيه عادي حبيبي. انا واخد توكيل اسكندريه. خلاص نروح للفار المصري. نروح للفار الافريقي اللي بيتحلى بكل معايير استخدام الفار وتقنياته. الفار الافريقي هنبدا معاكم كده من النهايه، من حيث انتهى الاهلي بطلا لافريقيا ومباراه كايزر تشيفز اللي فعلا تجنبنا فيها فخ الوداد لان كان فيها عداله تحكيميه، وقدرت في لقطه طرد هابي في بدايه المباراه او في وقت مهم اسف من المباراه ان انت المباراه تفتح وتفوز بثلاثيه، مش لاكتر من ان انت خدت حقك. ولو فريق قافل وبيلعب الكره بما معناه يعني زي ما بقال ديرتي جيم، وفي نفس الوقت هو مستغل ده ومستبيح لعبيك وبيضرب ولقى الحكم بيتساهل معاه، الحته اللي انت قلتها من شويه بالزبط. كان قادر كمان يصعب عليك المباراه اكتر، ولكن النادي الاهلي تجنب ده لان كان في فار. نطلع ونشوف تعليق كابتن سمير عثمان على طرد لاعب كايزر تشيفز هابي اللي خلانا كلنا هابي باللقطه دي، نشوف الفيديو. كابتن احمد، اي طرد بيأثر على الفريق، بيقلل عدد الفرقه الثانيه، بس هو الحكم ما غلطش، الحكم باسيفيك لما شاف الكوره احتسبها ركله حره مباشره وادى انذار على التطور. بعد كده رضوان جاي زي ما احنا شفنا كلنا استدعاه في الفار وشاف لا ان دي مش تهور، دي استخدام قوه زايده، وبالتالي بالشكل اللي جت الصوره فيه كان قرار الحكم سليم بالطرد. فبالتالي هنا حكم المباراه ما عملش اي خطا أثر على نتيجة المباراة، بل بالعكس هو طبق القانون، زي ما حضرتك هنا يا كابتن أحمد شايف الصورة وإحنا كلنا شايفينها، في استخدام قوة زايدة من هابي لاعب كايزر ضد لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق بالشكل ده، فطبعاً بالشكل والأسلوب القوي ده. كان فيها قوة وسرعة بدايتها. بالظبط. يعني كان يعني هذه الالتحام ده كان يعني يسبقه السرعة وتقدم يعني بجلد. يعني القرار سليم 100%. الحكم الكبير رضوان جيد كان حاضرا في لقطه هامه جدا لمنح النادي الاهلي حقه اللي غاب عنه في لحظات كتير جدا ما قبل تطبيق الفار. بالتاكيد يا فارس ما كانش النهائي فقط لا غير، هو اللي النادي الاهلي قدر يحصل فيه على حقه من تطبيق الفار، ولكن ايضا مباراه العوده في الدور قبل النهائي امام الترجي الفار منح النادي الاهلي حقه، فلعبنا في منافسه عادله فقدرنا نصعد للدور النهائي. نشوف طبعا رأي الخبير التحكيمي الكابتن سمير عثمان في ركلة جزاء النادي الأهلي أمام الترجي وطرد لاعب الترجي. في ناس فاكرين القانون اتغير، لا القانون ما اتغيرش في النقطة دي يا كابتن أحمد، زي ما حضرتك شايف امبارح في الكورة كان في منافسة وهجمة لصالح فريق النادي الأهلي. نعم. هجمة تم إفسادها، القانون بيقول لك فرصة هجمة تم إفسادها تبقى كارت أحمر. نعم. إمتى تبقى كارت أصفر؟ لو الكرة دي يا كابتن أحمد داخل منطقة الجزاء والمدافع بتاع فريق الترجي أعاق لاعب النادي الأهلي بالكرة على أساس إنه كان فيه منافسة على الكرة، هنا تبقى فعلا ركلة جزاء وكارت أصفر. بس اللي احنا شفناه امبارح مختلف تماما، احنا شفنا ايه؟ الإعاقة اللي تمت من لعيب نادي الترجي بإيده، طالما يا كابتن أحمد طالما في إعاقة تمت بإيد يبقى هنا مفيش خلاص منافسة، يبقى هنا دي فرصة مؤكدة، يبقى يتم اتخاذ القرار الفني ركلة جزاء وكارت أحمر. طبعا خبراء التحكيم كان وقت ما المباراة شغالة حتى معلق المباراة قال بما معناه ان دي كانت انذار، ولكن كان في زي ما قلنا مدير الكره قلب الاسد الكابتن سيد عبد الحفيظ هيتجنن على الخط، مش بس احتساب ركله جزاء، لا ده انت لازم تطرده وتطبق القانون. ودي اهميه مدير الكره اللي يكون مطلع على الابديت من مواد القانون. بالفعل ده كان طرد مستحق، قدر النادي الاهلي يفوز بثلاثه. ولو كنا قارنا او لو قارنا دور نصف النهائي بمباراه الوداد اللي كانت في القاهره برغم فوزنا هناك 2-0، فانت ايضا سجلت هدف كان هيتم الغائه لولا الفار ولولا فيكتور جوميز اللي ما حاولش ان هو يعطل اللعبه لغايه لما تنتهي، برغم ان حامل الرايه رفع الرايه وبرده الفار سجل هدف مروان محسن هدف صحيح. فده كان وصولك للنهائي هنا وهنا من خلال الدور نصف النهائي. لكن لما بيتواجدش الفار ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل ان كابتن سيد عبد الحفيظ يكون غاضب جدا، بس ما فيش فار حد يلجأ له عشان نعرف قد ايه التقنيه العادله لتطبيق الفار بتفرق. التقنيه العادله اللقطه دي بتاعه دينيس اونيانجو في مباراه سان داونز اللي الحمد لله تخطاها النادي الاهلي، زي ما بقول هي دي بقى شخصيه الفريق اللي رغم الهفوات اللي زي دي ولكن انت بتقدر تعدي،
التحكيم ما يغيرش مسار البطوله، وده اللي نتمنى برضو يحصل في الدوري. دينيس اونيانجو لقطه شهيره جدا 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 كان فيها التحام صعب وعنيف لا يمكن في وجود الفار ان كان يتم التغاضي عنه. تعالوا نشوف راي الخبير احمد الشناوي ايه في اللعبه عشان نتخيل ان لو الفار كان موجود كان النادي الاهلي استفاد من عداله وجود الفار قد ايه. دي تعتبر نموذج. بص بقى بس نقف هنا، حارس المرمى هنا طالع يلعب الكره بايده ولا برجله؟ بايده مش كده يا كباتن؟ بايده. اذا النهارده هنا عامل بيستخدم رجله كسلاح، هو طالع يلعب بايده، هو النهارده ملوش دعوه يطلع بايده، لو حد لمسه او قرب منه هو لسه رايح يلعب الكره بياخد الفاول. لكن بالشكل ده دي ركله جزاء واضحه ما فيهاش خلاف على بالظبط. شوف الخبطه داخله زي بص كمان ها وكارت احمر كمان، لا انذار. هنا كان راي الخبير احمد الشناوي بعيدا عن اي حد هيشوف اللعبه هيتفق ان هي كانت مخالفه على دينيس اونيانجو، ولكن كان رايه ان هي انذار. كان كابتن سمير عثمان في تصريح كان رايه ان اللعبه كانت تستحق البطاقه الحمراء كمان. متخيلين لو في فار كان ممكن ده يغير اساسا السكور بتاع المباراه ويخليك انت حسمت القصه بدري بدري. تأكيد يا فارس، بس هو اللبس اللي حصل عند الكابتن احمد الشناوي من خلال تحليله من خلال خبراتنا بقى في الفار روم، هو ظن ان نيانجو مسك الكره ثم كانت رجله الحمايه، لكن الحقيقه الضرب كان قبل ما يصل للكره تماما، ودي طبعا اكد عليها الكابتن سمير عثمان. وعندنا طبعا حكمنا هنا الكابتن ناصر عباس قال ان هي طرد مستحق، واي حد قال ان هي ده طرد مستحق، وده طبعا تصريح الكابتن سمير عثمان. وبالتالي بغض النظر حتى فكرة الطرد أو الإنذار، في النهاية في ركلة جزاء تم حرمان النادي الأهلي منها، ولكن المرة دي كان العقاب إلهي. وخطأ دينيس إنيانجو في كرة صلاح محسن في الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة اللي سهلت الأمور في مباراة العودة. مش كده وبس، كان عندنا مباراة كانت ممكن يعني هي غيرت بالفعل مسار الفريق، ولكن لعله المسار الأفضل، وفي النهاية هو المسار الأفضل لأنك في النهاية حققت البطولة، هي تعادل مع فيتا كلوب. وكان حكم الساحة وقتها الحكم رضوان جيد، برغم الخطأ ده احنا طلعنا هنا في قناة النادي الأهلي قلنا بالتأكيد هو خطأ غير مقصود، لأن كلنا عندنا ثقة في نزاهة رضوان جيد، وده اللي حصل لما رضوان جيد تم تعيينه لمباراة حاسمة في تقنية الفار، منح النادي الأهلي حقه تماما. لكن تعالوا نفكركم بآراء خبراء التحكيم في ركلة جزاء فيتا كلوب اللي تسبب فيها عمرو السولية، نشوف الفيديو. يمكن حاله هي حاله ضربه الجزاء اللي تحصل عليها فيتا كلوب وسجل منها. تمام، ركله جزاء وهميه، لا توجد ركله جزاء. النهارده كان رضوان جيد من الحكام الممتازين في قاره افريقيا اللي لا غبار عليه. تمام، النهارده احتسب خطا على النادي الاهلي. المشكله انه قريب 3 متر من الكوره. تمام، اما نيجي نبص على الخطا ده هو اول حاجه مفيش خطا. ولو نفترض ان قد لو في خطا ده بره ال 18 اصلا. تمام، بس في واقع يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي لو غلط فبره ال 18 بالظبط. برافو عليك، بره ال 18 زي ما احنا شايفينها. تمام، علاوه ان مفيش احتكاك، هو فين الخطا؟ طبعا الخطا ده خلانا نتعادل وصعب الامور جدا علينا، اننا من 3 مباريات صعدنا باربع نقاط، فكان المفترض نكسب فيتا كلوب خارج ملعبنا، وهذا ما حدث بالفعل. ولكن ده خطا تحكيمي عارفين ان هو غير متعمد، وهو ده رضوان جيد. رضوان جيد اللي كان حكم في نهائي قاعد في غرفة الفار، وعارف كويس قوي ان الفريق ده فريق جنوب افريقي، ورئيس الاتحاد الافريقي هو ايضا متسبي الرئيس نادي صن داونز السابق، وجنوب افريقي يعني من نفس الدولة، وحتى امام صن داونز كان متواجد، والاهلي واجه صن داونز وتخطى الفريق صن داونز. فبالتالي تحية رضوان جيد، واكد على ثقتنا فيه لما خطأ الخطأ وقلنا خطأ غير متعمد. ودي طبعا الفقرة وضحت الفارق بين الفار المصري والفار الأفريقي. يا ليت رضوان جيد يأتي للتحكيم المصري. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله، والأهلي خط أحمر. إزاي أنت الجميع يشوفك بعين مختلفة؟ إزاي الجميع يشوفك ان انت نادي عندك اللي مش موجود في انديه كتير جدا، وهو علاقه مجلس اداره النادي الاهلي وشكل مجلس اداره النادي الاهلي اللي يستحق التحيه كله وعلى راسه كابتن محمود الخطيب، وازاي كانت هذه العلاقه موجوده والمشاعر بتاعت المجلس بالكامل تجاه كابتن محمود الخطيب
ومشاعر كابتن محمود الخطيب تجاه المجلس. دي الرحلة اللي استحقت ان احنا نوثقها، لان صدقوني في تفاصيل صغيرة للنجاح دي تفصيلة مهمة جدا 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 من تفاصيلها. هي دي يا فارس، النادي الاهلي هي النادي المؤسسي، ليس نادي الرجل الواحد والصوت الواحد. في النهاية في تسلسل هرمي، في قمته رئيس النادي ثم أعضاء، كل الدعم واضح جدا في كل لقاءاتهم وفي كل تصريحاتهم ان هم خلف رئيس النادي اللي سلموه ملف كرة القدم. وطبعا رئيس النادي على الجهة الأخرى بيشيد بدور كل فرد وكل عضو وكل حد داخل منظومة النادي الأهلي بيقوم بدوره على أكمل وجه. مش هتلاقي في النادي الأهلي حد بيتفرد بالقرارات أو حتى بياخد الصورة بشكل متفرد، لا، احنا كلنا زي ما المجلس ده بدأ بروح الفانيلة الحمراء، وزي ما تقال عائلة النادي الأهلي اللي هنستعرضه أمام حضراتكم ده هو ده النادي الأهلي في أبهى صورة، هو ده النادي الأهلي المختلف تماما عن الجميع، هو ده النادي الأهلي وهو ده مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بروح الفانيلة الحمراء، اللي عشان كلهم على قلب رجل واحد كانت النجاحات والإنجازات حتى لو جت بعد إخفاقات وفترة صعبة جدا، ولكنها في النهاية تبقى إنجازات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي. وليه إحنا بنتناول الفقرة دي كمان بالشكل ده؟ لأن في يوم الناس اتكلمت عن فكرة الملعب والمكتب، حابين كمان نقول إن مكتب النادي الأهلي فريد من نوعه. مكتب النادي الأهلي بيصعبها على أي حد وبيدي دروس لأي حد حابب يتعلم يعني إيه إدارة ويعني إيه ناس بتغلب مصلحة الكيان على أي شيء وأي اعتبار شخصي. نبدأ بنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عمري فاروق، وهو بيكتب تويتة إمتى بقى؟ صدق أو لا تصدق، يوم 28 نوفمبر 2020 تاني يوم التتويت بالتسعة. كتب إيه؟ كتب أنا عايز العشرة السنة الجاية، عشان ده رقم محمود الخطيب رقم 10. بص في اللحظة اللي بيكتب فيها كده لحظة الانتصار، حاسس قد إيه المجلس فيه قائد اسمه كابتن محمود الخطيب، وقد إيه أنت كمان كان عندك نبوءة يا باشمهندس عمري فاروق اتحققت كما لم يتصور أحد، وفعلا كانت العشرة كما تمنيت. وزي ما اديتونا الدروس دي احنا كمان بنشكركم على روحكم دي. بالتأكيد المهندس العمري فاروق كان واضح جدا وواضح مدى سعادته وفرحته حتى في اللقاء او المداخلات اللي عملها بعد تحقيق البطولة العشرة، وقال كان مهم جدا اننا نحقق البطولة دي في حتى اخر سنة من عهد الاربع سنوات بتاع المجلس الحالي او الفترة الانتخابية الاولى من اجل الكابتن محمود الخطيب الذي يحمل رقم 10. الامر لم يتوقف فقط لغير عند المهندس العمري فاروق، لا كمان امين الصندوق باشمهندس خالد درندلي كان له برضه تصريح، وتصريح مهم جدا وبيتكلم بمنتهى الاريحيه وبيقول بلا اي مجاملات، قرار تعيين موسيماني مدربا للاهلي يحسب لكابتن محمود الخطيب، لا اجامل او انافق، الخطيب هو من اختار موسيماني واحترمنا قراره، انا وزملائي في مجلس الاداره لا نفهم في كره القدم مثله. ده طبعا امين الصندوق الباشمهندس خالد الدرندلي اللي بيتكلم بمنتهى الوضوح ان هم لما فوضوا الكابتن محمود الخطيب ووضعوا ثقتهم في اسطوره كره القدم المصريه كان شيء يستحق الثقه، وبيمنحوا ايضا قرار الاختيار لبيتسو موسيماني لحقق الانجازات للكابتن محمود الخطيب. ده شيء مش هتشوفه غير في النادي الاهلي. عاده يقال ان نفسيا وقت الانتصار بتلاقي للانتصار الف اب، وكل واحد بيحاول ينسب الانتصار لنفسه إلا في النادي الأهلي، ده مش في قاموسنا. وكان المهندس خالد مرتجي بيقول الأميرة الإفريقية العشرة مع أعظم من ارتدى رقم 10، وكان هو كمان حريص إن نشوف ويعكس ويعلم الناس ويعلم مشجعي النادي الأهلي يعني إيه روح مجلس إدارة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي. بالتأكيد واستكمالا لروح مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندس إبراهيم كفراوي كتب أيضا الحمد لله رب العالمين، نعمة وفضل من ربنا. بالتأكيد نعمة وفضل كبير جدا من ربنا ان انت في خلال 8 شهور بتحقق 2 دوري ابطال افريقيا بعد ما استعصت عليك 7 سنين، على نياتكم ترزقون. نية مجلس إدارة النادي الأهلي كانت واضحة جدا وربنا اكرمهم بالبطولتين دول. وما زالت دروس مجلس إدارة النادي الأهلي مستمرة، دينامو المجلس وتميمة الحظ
الأستاذ طارق أنديل وهو بيقول الحمد لله أكرمني الله للعام الثاني على التوالي في مصاحبة الأسطورة للتتويج باللقب الغالي، وصورة بتجمعه في كل بطولة مع الكابتن محمود الخطيب، ونتمنى دايما تجتمعوا في صورة يكون جمهور النادي الأهلي سعيد بيها. الأستاذ طارق أنديل خلاص بقى أبو وش حلو، وش السعد، مش عايزين نكسر القاعدة دي، أي بعثة تكون متواجد عشان بإذن الله ربنا يكرمنا بالبطولة الحداشر. من الأستاذ طارق أنديل للأستاذ محمد الضماطي، وطبعا بوست كتب فيه مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم، العنصر الأهم في المنظومة، الجمهور صاحب الطموح اللامحدود. الطموح عندنا في النادي الأهلي مختلف عن أي طموح في مكان آخر. اللي يعرف مصلحة ناديه كويس ودائما بيطبق مقولة الأهلي فوق الجميع. ثانيا مبروك لكل أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادي وزمايلي وإخواتي في مجلس الإدارة، أنا بتشرف أني موجود في الوقت ده، ده شيء بالفعل يحسب لكل شخص موجود حاليا في مجلس الإدارة. ثالثا ودي هتكلم فيها لأول مرة تقريبا من 4 سنين كمشجع مش قعدوا مجلس إدارة وبعيد عن أي حاجة، لأن القريبين مني عارفين كويس انا الاهلي بالنسبه ليا ايه، وان عمري ما سعيت لاي اضواء ابدا، بس لازم في اللحظه دي اكون اوجه تحيه وتقدير لكابتن محمود الخطيب القائد اللي عمره ما تهز، واللي كان واثق ان الصح هو اللي لازم يتعمل، اللي قدر يبني من جديد ويوصل لقمه القاره مرتين في 8 شهور. تحمل المسؤوليه شيء صعب، ولما تشيل مسؤوليه فريق الكره في النادي الاهلي في كل المواقف الصعبه يبقى لازم يبقى ليك اكتر تحيه، بنحبك يا بيبو. اكتشفها حالا ان ما عنديش ولا صوره مع الكابتن لوحدنا من يوم التقدم للانتخابات، لا لازم تاخد صوره مع الكابتن، احنا كمان بنحب بيبو وبنحب مجلس الاداره اللي كله على قلب رجل واحد. وبالفعل احنا احتفلنا بعيد الاضحى السنه اللي فاتت واحنا معانا 8 ألقاب دوري ابطال افريقيا، بنحتفل العيد ده واحنا معانا 10 ألقاب دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله الثالثه على التوالي وال11 باذن الله. عضو مجلس الاداره الاستاذ محمد الجرحي كان بالنسبه لي كلمته مؤثره جدا، لان هي كلمه مشجع اهلاوي قبل ما يكون مسؤول اهلاوي. قال مع اقتراب ختام السنه الرابعه من عمر مجلسنا كلمتين من القلب في حب الكابتن محمود الخطيب، حساباتنا اتقفلت في كل القاره، اللي خد مننا ماتش كسبناه على ارضه وعلى ارضنا، وما بقاش حد في افريقيا كلها له عندنا حاجه، حتى اللي هاجموا بيبو وهاجموا المجلس بافتراءات غير واقعية كان الرد حاضر وفي الملعب وبأخلاق وقيم النادي الأهلي وعلى طريقة مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وربنا رد له حقه وحق صبره وانتصارات في أقل من سنة واحدة. فخور بوجودي ضمن مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيبو والأهلي قصة حب كبيرة بإخلاص واجتهاد مستمر من أجل الأهلي وجمهوره. وهنا الرسالة المهمة اللي بتقول كلنا بنفكر بشكل واحد، وهي الحكاية لسه ما خلصتش وما شبعناش بطولات لا مجلس إدارة ولا بيبو ولا الجمهور، القضية كانت مجرد بداية والقادم أفضل وأقوى بإذن الله. لما تذكر الأستاذ محمد الجرحي يبقى لازم على طول هتذكر الباشمهندس محمد سراج، طبعا حبيب جماهير النادي الأهلي والمقرب بشكل كبير جدا من قلوب جماهير النادي الأهلي، وصورته مع الكابتن محمود الخطيب بيبو، وطبعا دور مهم جدا لكل أعضاء مجلس الإدارة، ودور أيضا مهم جدا للباشمهندس محمد سراج، وكالعادة التهنئة مستمرة والدعم مستمر وقلب رجل واحد مستمر. الكابتن مهند مجدي كان أيضا بنفس روح عائلة النادي الأهلي واتكلم في هاشتاج أعظم نادي في الكون ولا في غيره يفرحني بيبو، ونشر صورة وهو فرحان باللقب وبالتتويج يا أسامة. وأيضا الكابتن جوهر نبيل برضو نشر صورة برضو بتؤكد الدعم والتهنئة بالتتويج واللقب العاشر، ممكن نعرضها يا شباب. أيوة، اللهم اكرمنا وخد بأيدينا للوصول للتتويج بالكأس اليوم، وكان ماسك إيد الكابتن محمود الخطيب وخد بأيدينا في الكابشن بتاع البوست، واضح جدا أن ده طبعا كان يوم المباراة الصبح، والحمد لله ربنا خد بأيدينا جميعا وقدرنا نحقق البطولة العاشرة وحلم جماهير النادي الأهلي اللي لازم تفرح. افرحوا يا جماعة، دول اتنين دوري أبطال. انا عارف ان انتم مستنيين السوبر المصري السعودي، بس لازم تفرحوا باتنين دوري ابطال. مستنيين الدوري، واكيد جمهور النادي الاهلي عقليته غير، وكمان اعضاء مجلس ادارته تفكيرهم غير، ودكتوره رانيا علواني. وكانت رساله ايضا مهمه
ومبروك لجماهير النادي الأهلي. هذا هو الأهلي يا سادة ورقم 10. كان الجميع بيشارك الاحتفال وكان الجميع سعيد بالتتويج وسعيد باللقب. حبينا بس ندي الناس حقها لأن فعلا كل الناس تعبت عشان نوصل للحظة دي. وعلى رأس المنظومة القائد والأسطورة كابتن محمود الخطيب اللي فعلا زي ما قلت لكم في يوم 6 أبريل 2019 كان واخد داخليا عهد ان هو هيقتص من كل من حاول ان هو يعتقد ان هو بطل. بس انا قبل 6 ابريل لان في مكالمه شهيره جدا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد ما فقدنا البطوله امام الترجي، كان الكابتن محمود الخطيب واضح جدا وطالع بيعتذر لجماهير النادي الاهلي وبيعدهم على الهوى ان كل شيء وكل الملفات اللي كان بيظن انها معموله بشكل سليم هيتم تصحيح الاخطاء، وما احلى تصحيح الاخطاء بدوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي. أيضا الكابتن محمود الخطيب شكر أو وجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لزملائي في مجلس الإدارة، وكل واحد منهم يقوم بدوره على الوجه الأكمل، وجميعهم يضع مصلحة الأهلي أولا وفوق كل اعتبار، هو ده الطبيعي في مجلس إدارة النادي الأهلي. أعضاء بيقدروا رئيس النادي، ورئيس النادي بيقدر الأعضاء وبيقدر العمل الجماعي. وكل جماهير النادي الأهلي عارفة أن في منظومة النادي الأهلي لكل واحد موجود أو لكل شخص أو لكل منصب داخل المجلس له دور، ودور مهم جدا. ما عندناش تفرد، ما عندناش قرار الرجل الواحد، عندنا فقط لغير منظومة النادي الأهلي. نطلع فاصل، واوعوا تروحوا في أي حتة لأن لسه عندنا فقرات مهمة جدا عن النادي الأهلي في الأهلي خط أحمر. سهل جدا ان انت تشوف نفسك بعينك افضل حد في الدنيا، ولكن بيبقى شيء عظيم جدا لما الناس تبقى شايفاك بشكل مختلف وشايفاك بقدرك اللي البعض هنا داخليا مش شايفه. ولكن حابين نعرف الجميع النادي الاهلي بعيون عربية عامل ازاي بعد التتويج بالعشرة. وهتكون بدايتنا الجزائري علي بن شيخ اللاعب الدولي، شاف النادي الاهلي ازاي وشاف مجد النادي الأهلي إزاي. نطلع ونشوف الفيديو. الأهلي المصري فاز أمس بالكأس العاشرة في لرابطة الأبطال، هذا الفريق الذي واجهته على مرتين. هل تشعر بنوع من الحسرة لما تشوف، ربما تفرح تشوف شناوي كابتن ديكيب يهدي الكأس وقميص باسم بيبو الرقم 10 لمحمود الخطيب أسطورة نادي الأهلي المصري؟ البريزيدون محمود الخطيب اللي نحييه ونقولوا نبارك لهم اللي داو لو ديزيام تروفي هذايا، مبروك عليهم. ومازال يزدوا يديو كؤوس لان صاصي انت سي دي بروفيسيونال تاع الصح، تاع الصح سي دي بروفيسيونال 10 وكذا، باسكو الناس تخدم صح. احنا كي ديناها هما ضربناهم بثلاثه. نذكر الجمهور الكريم انكم كيف فزتوا انتم بكاس افريقيا وشبيبه القبائل بكاس افريقيا في 81، كانوا مازال ما داوش حتى شامبيون، داو في 82 باش داو الاولى، داو الاولى دوكا 10 ديجا، ودوكا كملوهم على التاريخ صحيح، بداو يكملوا يخدموا تاع صح. اليوم لحقوا وينهم يبنيوا في ملعب تاعهم صح، هذا احتراف صح، هذا احتراف صح. حنايا كي دينا هذاك الشيء كاع دار لك قانون ما لازمش 28 سنه 26 سنه حوزوا لنا نص تاع ليكيب، افهم علاش ما فهمناش. الحديث عن الفخر بتحقيق لقبين ورا بعض، حديث عن دور كابتن محمود الخطيب، وكمان الناس عارفه الاهلي بيعمل ايه كويس، وحديث عن ان الناس بتفكر ان يبقى عندها ملعبها الكبير المستقل يليق بيها، وان النادي الاهلي في حته ثانيه، وده شيء مهم جدا. بيتكلم طبعا عن الاحترافيه، ولكن هو اتكلم عن نقطه مهمه جدا هي فكره الانديه الجزائريه والمشاركه لمولوديه الجزائر وتحقيق البطوله في سنه 76، ودي كانت السنه اللي شارك فيها النادي الاهلي، وكذلك شبيبه القبائل، واللي توقفوا عند رصيد بطوله في دوري ابطال افريقيا برغم ان النادي الاهلي بدا سنه 82 تحقيق البطولات فوصلوا للنجمه العاشره. ومن هنا بتاتي احترافيه النادي الاهلي.
ده الكلام اللي جاي من الجزائر ومن قناة الهداف الجزائرية. ومن الجزائر نطير بيكم للمغرب ونشوف أيضا الخبير القروي أو الكابتن عزيز بنيك بيتكلم عن النادي الأهلي إزاي وتحقيق اللقب إزاي بعد هزيمة الوداد في الدور نصف النهائي، عشان نعرف اللي احنا عاملينه في كنادي أهلي من تحقيق البطولات واصل إزاي للناس الأشقاء العرب. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. هو فوز للمنظومة، صحيح أن اللاعبين بيلعبون في فوزون، لكن من خلفهم؟ من يدعمهم؟ إدارة كبيرة، رئيس يفهم في الكرة، كان لاعب أسطورة، كان أسطورة لاعب ما يضحكش عليه أي مدرب، يعرف يختار المدرب، يعرف يختار الناس اللي تشتغل حوله، يعرف يناقش، يعرف يحاسب المدرب مع طبعا مع الناس الموجودين، يعرف يختار اللاعبين الأجانب، يعرف يختار اللاعبين المحليين. هذا هو المهم. عندما يأتي مدرب ويجد أن الفريق مهيكل ما فيش مجال للعب، يشتغل في بيئة صحية، ما فيش مجال للعب، ما يعملش كما هو يريد، يريح هذا ما يريحش هذا، يلعب كما يريد، هناك منظومة لازم يحترمها، وهذا هو المهم. مبروك عليكم كابتن وائل، مش عارف مبروك عليكم، تحكي على الاهلي وقصد الوداد، مش عارف هذا احساس. لا 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 مش قصد، مش عيب انه يحكي على الوداد، صح عيب. شوف احنا نتعلم من مثال النجاح. الكابتن عزيز بنيك بيتكلم عن فكرة أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن محمود الخطيب، ومش بس الكابتن محمود الخطيب، أشار كمان إن في منظومة بتعمل داخل النادي الأهلي، في كيان بيعمل للنجاح داخل النادي الأهلي. فبالتأكيد أي مدير فني هيكون عنده احتمالية النجاح وعنده طموح إن هو ينجح هيلاقي الأجواء مناسبة تماما داخل النادي الأهلي. ده كان لاعب سابق في فريق الوداد، وفي وقت خروج فريق الوداد شوفوا بيتكلم عن النادي الأهلي إزاي عشان الرسالة توصل للبعض اللي بيقلل من قيمة بطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المغربي عزيز بنيج للتونسي قيصر يعقوبي لاعب الأفريقي التونسي السابق، وهو بيشوف نادي الأهلي كما نادي ريال مدريد في أوروبا، وصدق في التشبيه لأن الفارق في البطولات بينهم شاسع مع أقرب الملاحقين ليهم على المستوى القاري. نطلع ونشوف الفيديو. C'est un club qui a le luxe, عنده الرفاهية باش يخلي ثلاثة لاعبين كبار ونجوم على دكة الاحتياط دون أن يخسر التوازن تاعو، دون أن يخسر فرص السيطرة على المباراة. ربح 3 بلاش لا نوت اوري بو اتر بلوس علي، وكان تكون البارح بنك الاحتياط كي هبط يسخن 14 مليون يورو قاعدين يسخنوا، هبطوا يسخنوا. قلت لك أنا ذكرت لك ثلاثة فقط، دونك السيطرة كانت واضحة. أنا التشبيه دائما يجوز، نشبه الأهلي بريال مدريد في أوروبا. اليوم هذا النادي الكبير أو هذه المؤسسة، لأن أكبر من نادي، أصبحت عندها لديان متاع تشامبيونز ليج، يعني عندها الحامض النووي متاع تشامبيونز ليج. ولو أنه الأهلي في الباركور متاع السنة ماهوش الأهلي متاع العاد، ماهوش الأهلي القوي، الأهلي معناه دردعوه وغسروه في بعض المباريات. تعبير رائع يكاد يكون من أعظم التعبيرات اللي سمعتها عن النادي الأهلي من أي محب عربي، وهو النادي الأهلي لديه الدي إن إيه أو الحامض النووي بتاع الشامبيونز ليج الإفريقية. هنا مهم جدا، العملية مش سهلة، تتراكم أجيال وتراكم مجهود سنين هو اللي بتشوف نتيجته. النادي الأهلي كبير القوم وكبير القوم في أفريقيا، وسيظل هكذا إن شاء الله. جينات البطولة يا فارس، وجينات بطولة دوري أبطال أفريقيا تحديدا. رحنا معاكم الجزائر، المغرب سمعنا الرأي، كذلك تونس، ومستمرين في تونس والكلام عن فكرة هو إزاي النادي الأهلي بيتفوق وبيحقق البطولة عشان إيه. نسمع طبعا الكابتن خالد حسني وهو بيتكلم عن أحقية النادي الأهلي بدوري أبطال والأسباب من وجهة نظره بالفوز. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. بلت مقارنه في البنك نتاع الترجي والبنك نتاع الاهلي صح ولا لا؟ اتونسيون كبيره على بارك الله فيك. وقت نعرفوا احنا اللي البنك في مثل هذه المباريات الكبرى هو اللي يعمل الفارق، اما عنده وسائل وادوات واليات اللعب نتاعو. كي تجي تشوف انت لا كاليتي دي شانجمون تاع الترجي، لا كاليتي
نتاع الاهلي فرق بعيد كبير ياسر. بارك الله فيك. من ناحيه اللاعبين خاطر باقي نمشي انا كلاعب قديم مدرب نمشي نقول سلوي كي برودوي لو جو الى سوسيتي هو اللي خلق اللاعب والنسق والدنيا هو اللاعب. انت كي تشوف 62 مينوت دخل افشه في بلاصه سكور صالح محسن صالح محسن 74 اختش مارك البونتو 67 خمس دقائق بعد عنده قيمه. بعديش حسن شحات دخل 74 في 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 بلاصه طاهر محمد ورامي ربيعه في بلاصه اكرم توفيق وبايا لا هذا وشكون كذا في محمد شريف ولا بويا سامحوني من عارف شكون يبقى ما لعبش اسمعني يعني وقت انا نقارن بالبنك كهربا هاي بارك الله فيك ياسر ابراهيم وليد سليمان وكهربا عندك انت طبعا لهجتنا التونسية الجميلة اللي تقريبا من كتر احتكاك النادي الأهلي مع الفرق التونسية والمتابع للإعلام التونسي خلاص بقى يقدر يفهم هما بيقول البنك أو دكة الاحتياط عندنا أو البدلاء عندنا لما بيجي بيقارن بين المتاح لفريق الترجي في المواجهة على دكة البدلاء هما من وجهة نظره أن هما أقل بكتير من الأسيين على عكس النادي الأهلي اللي بيمتلك دكة بدلاء قوية جدا ذكر طبعا كابتن وليد سليمان حسين الشحات كهربا صلاح محسن حتى ولتر بواليا وكمان الكابتن رامي ربيعة وهي دي قيمة الفريق وده بالفعل اللي احنا حافظينه كويس قوي عشان تحقق البطولات النفس الطويل لازم يكون عندك دكة احتياط الاحتياطي مش احتياطي هو قريب من الأساسي بشكل كبير جدا وأي لاعب يقدر يغيب تقدر تعوض غيابه وده اللي حصل مع النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية ودول المنافسين اللي نفسه الأهلي على المستوى الأفريقي وطبعا لقطة كايزر تشيفز والممر الشرفي اللي اتعمل في النهائي بتوضح لك قد إيه لما يكون المنافس بتاعك نزيه بيحلى جدا حصود أو حصد البطولة وحصد اللقب دي تصريحات عربية أعتقد منحت النادي الأهلي جزء من حقه فلو أنت شايف النادي الأهلي في مكانة أقل من دي فبالتأكيد المشكلة عندك أنت نطلع فاصل واستنونا وفقرة قوية جدا إن شاء الله بعد الفاصل ورجعنا لكم وفقرتكم المحببة ريمونتادا والمرة دي هي ريمونتادا على بعض المفاهيم عند ناس بيخالفوا كل منطق وكل واقع وكلامهم لا ينتقص من النادي الأهلي إنما ينتقص من درجات مستوى تفكيرهم اللي مفترض يتمتع بالحد الأدنى من العقلانية اللي عاش مع فترة جوزيه وشاف حصدنا للألقاب الأفريقية كان هيفتكر دايما نغمة التقليل من بطولة أفريقيا وبحجة إن هي ضعيفة طيب هل أنت كنت بتنافسني فيها؟ الإجابة لا أنت كنت فقط قاعد ورا الشاشات بتتفرج على النادي الأهلي وهو بيكتب مجد فضلت الناس دي ومرت السنين والنادي الأهلي بيستعيد مجده الأفريقي فبتطلع نفس النغمة هم نفس الناس اللي في سنوات انسحاب النادي الأهلي من أفريقيا استغلوا الواقع ده وقال لك بص انت بتحقق بطولات محلية بس انت فين من أفريقيا القصة انتوا فين أصلا من الدوري المحلي وفين أصلا من أفريقيا بص هم النهاية أو ملخص اللي انت بتقوله ان أي بطولة بيحصل عليها نادي الزمالك هي البطولة الأعظم في التاريخ وان النادي الأهلي مهما حقق من بطولات فهو في النهاية خلف نادي الزمالك لأن نادي الزمالك هو الفريق اللي حقق بطولة دوري السوبر المصري السعودي فطول ما أنت كنادي أهلي ما حققتش البطولة دي فأنت بتعاني أزمة حقيقية طب لو أنت حققت بطولة الدوري العام لا بطولة الدوري العام مش هي المقياس للقوة لأن في وأنت بتلعب دوري عام بتخسر كاس وبتخسر سوبر طب لو أنت حققت دوري أبطال أفريقيا لا هي بطولة الدوري العام هي مقياس القوة ودوري أبطال أفريقيا ما بقتش مقياس القوة في النهاية احنا عرفنا القصه رايحه فين البطوله اللي بياخدها النادي الاهلي هي بطوله ضعيفه لكن البطوله اللي بيحققها نادي الزمالك حتى لو سوبر مصر سعودي مع احترامنا للبطوله هي اقوى بطولات العالم هنعيش بقى فقره حلوه كده نوضح الكلام اللي كان بيتقال في الاعلام الخارجي سواء التونسي او المغربي او الجزائري الاعلام المنطقي هل وصل اعلامنا محليا لهذه الدرجه و هل يرضي المسؤولين عن التصريحات دي الجاب الكبير في التفكير بين الأعزاء في المغرب وفي الجزائر وفي تونس المنافسين للنادي الأهلي على البطولة دي
المنافسين المحليين، أن نروح الفقرة دي يا فارس ونعيش فيها. أسامة فعلا ليت كل المنافسين شايفيننا بعيون الناس اللي شايفانا في مكانتنا الحقيقية، مش الناس اللي أصلا ما بتقللش من النادي الأهلي، دي بتقلل من نفسها. وهتعرفوا إزاي بتقلل من نفسها لما نطلع ونشوف خالد الذكر أستاذ عمرو الدردير وهو بيتحفنا بواحدة من آخر إبداعاته عشان نرجع نعقب تعقيب مهم ومنطقي. عايز أقول لك إن نهائي لا يليق بأفريقيا، نهائي لا يليق بكرة القدم في النادي الأهلي حتى، ما لا يليق بأي حاجة، نهائي ضعيف جدا، مباراة ضعيفة، حتى أنا شايف الاحتفالات امبارح محدش قادر يحتفل، تحتفل بإيه؟ بطولة إفريقيا بقت أضعف من أضعف مسابقة محلية عندنا، يعني حاجة صعبة جدا. أنا يعني حزين على المستوى اللي فيه كرة القدم الأفريقية، وأتمنى إن البطولة السوبر اللي بيقولوا هيعملوها دي، أتمنى إنها تنقل الكرة الأفريقية نقلة تانية، لأن بصراحة كرة القدم في أفريقيا أصبحت ضعيفة جدا، معظم اللعيبة أصحاب المهارات واللعيبة اللي هم الفازين في أفريقيا معظمهم بيطلع برا، فبالتالي المسابقة بقت ضعيفة جدا جدا جدا. طبعا هو المعيار النهائي ضعيف ليه؟ عشان الزمالك خرج بعد نتائج سلبية ورايح جاي من الترجي، فإذا هو شايف أن النهائي ما فيهوش الزمالك فالبطولة ضعيفة، ولا أنت شايف البطولة ضعيفة عشان خاطر طرف النهائي خسر ثلاثة؟ ما أنت خسرت من سان داونز بثلاثية برضو في 2016. يعني لما أنا أكسب ثلاثة لما أنت بتخسر ثلاثة؟ لا مش أنت اللي تقول المعيار ده. طيب تعالوا بقى لحاجة أهم، إذا كان أنت شايف الفريق اللي بيخسر ثلاثة ده لا يصلح ولا يليق بالتمثيل الإفريقي، هل تعلم أن أنت على مدار العشرين سنة الأخيرة عندك رقم قياسي وهو 6 هزائم بثلاثيات و5 هزائم برباعيات وهزيمتين بخماسية؟ أيوة، دي نتائج نادي الزمالك إفريقيا. إذن المعيار بتاعك محتاج تراجع فيه نفسك، بس مش كمان في ده. هو بيقول أنتوا ما فرحتوش ليه؟ والله أنا سألت كتير من جماهير النادي الأهلي، هو أنتوا ليه ما فرحتوش بالعشرة؟ فيقولك حاسين أن التسعة كانت أحلى شوية. يمكن هو ده النائل اللي أنت بتتكلم عليه أستاذ عمرو الدردير. أستاذ عمرو الدردير بيقول أن بطولة دوري أبطال أفريقيا بقت أضعف من أضعف بطولة محلية، ده كلام المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. بس ده بس مش كان كلامه الفترة دي بس، لا ده كمان وهو بيتكلم قبل نهائي اللي أطلقوا عليه نهائي القرن واللي كلهم رشحوا نادي الزمالك للفوز بيه اللي هي التسعة، كان له تصريح ان الدوري مش مقياس، حاليا بيشوف ان بطولة أفريقيا أضعف من أضعف أي مسابقة محلية. نطلع نفكركم أو نفكره بالتصريح، هو شايف ان الدوري مش مقياس. ده لا يقلل من محمد الشناوي على فكرة، ما بقللش من محمد الشناوي. تمام تمام. الشناوي حارس مرمى كبير وكويس جدا، وجهة نظر تحترم. محمد الشناوي كلين شيت، محمد الشناوي كلين شيت 25 كلين شيت في الدوري، افضل حاجه في الدوري. كل حاجه الدوري هو الدوري، امال يعني مع الدوري مش دي واحده بس. هو ليه الفريق اللي بيكسب الدوري بيجي يطلع في اي ماتش تاني يخسر؟ زي ايه دي واحده بس؟ زي السوبر خسر الكاس بيخسر، وايه السوبر اللي خسرته بضربات الجزاء يا استاذ عمرو؟ انت ليه يا مصري يعني انت الدوري مش مقياس بالنسبه لك؟ لا مش بقول يعني الدوري هو مش هو المقياس الوحيد. لا طبعا كان النادي الاهلي حاسم الدوري بفرق 20 نقطه، فبلاش نتكلم عن فكره الدوري يكون المقياس. فلما يتزنق يقول لا هو مش المقياس الوحيد، وطبعا الاهم كان بالنسبه له نهائي دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك كان داخل يلعبه امام النادي الاهلي، ظنا منه ان الزمالك هيحقق اللقب فيصبح دوري ابطال افريقيا هو المقياس والمعيار. ولكن الاهلي حقق الدوري المحلي وحقق دوري ابطال افريقيا، فربما يتكلم بقى عن كاس مصر، كاس السوبر المصري السعودي. تعالى بقى يا استاذ عمرو الدردير، بما انك بتحب الترند، انت اصلا من ايام فايلر وانت بنفس العقليه اللي بتحاول تقلل من بطولات النادي الاهلي، ولكن صدقني في كل مره هو انعكاس لتفكيرك مش انعكاس لمستوى البطوله، لانك في اللحظه دي وفايلر متفوق محليا وكان نفسك النادي الاهلي ما يستعدش قوته الافريقيه، كنت شايف بطولة أبطال الدوري في أفريقيا إزاي والدوري المصري إزاي؟ نطلع ونشوف الفيديو. في تفاوت ما بين مستوى النادي الأهلي الإفريقي عن مستوى النادي الأهلي المحلي. النادي الأهلي المحلي ياخد 10/10 لأنه جاب العلامة الكاملة وعامل أداء كويس وماشي كويس على المستوى المحلي. لكن تيجي للنادي الأهلي على المستوى الإفريقي نتائجه مش ولا بد، هو ثالث المجموعة ما زال. محتاج لفوز على بلاتينيوم، لو ما عملش ماتش الأهلي قوي
وقدر يكسب مكسب مريح علشان يقدر يكمل في المجموعة، أعتقد هيبقى موقف الأهلي صعب الإفريقي. لكن ما زال موقف الأهلي الإفريقي أصعب من موقف المحلي بكتير، وفي تفاوت ضخم جدا زي ما أنا بقول ما بين مستوى الأهلي المحلي ومستوى الأهلي الإفريقي. أستاذ بليل، بص أنا الأستاذ عمرو اتكلم في حتة مهمة جدا، فرق التفاوت بين المستوى الأهلي المحلي والإفريقي. المشكلة مش في الأهلي، ما هو الأهلي مستوى ثابت، المشكلة في الدور المحلي، الخلل في الدوري المحلي. ودليل ان انت يعني لعبه الكراسي الموسيقيه مش دليل على قوه الدوري، دليل على انه ما في مستويات متفاوته. ولما الكابتن حسام البدري وانت انفردت وجبته واتكلم على انه الدوري المصري ضعيف وان هو لا غير قادر على افراز، الراجل اتكلم بصراحه. احنا في ناس كثيره انتقدته هجمته وقالوا له في اتحاد الكره اسكت ما تتكلمش الكلام ده، انت بتجد مبررات. لا دي حقيقه، الدوري المصري حاليا الان لا يفرز لعيب ان هو يكون لاعب منتخبات. الدور المصري زي ما بنشوف ادينا زي احنا بنقول في تفاوت بين المستوى الافريقي والمحلي، لا، لان احنا مستوانا سيء على المستوى المحلي. يعني ليه لما الكابتن حسام اتكلم يعني طبعا تتفق او تختلف معاه، كان متفق جدا معاه في الجزئيه دي، ليه لما يتكلم بصراحه احنا نخاف؟ ليه ما نعترفش احنا الدوري المصري اسوأ دوري مصري السنه اللي فاتت، اتفرجنا استمتعنا بالدوري للنهايه. اوعى تفتكر ان مشكلتنا ان الناس دي بتقلل من فرحتنا ببطوله اطلاقا، البطولات التاريخ بيشهد عليها. انما بص المنهج، هو مش عايزك تاخد خطوه في اللحظه اللي انت مسيطر فيها محليا، قالك ده مش مقياس والدوري سيء جدا وضعيف جدا، عشان كده النادي الاهلي مش محقق بطولات في افريقيا. العكس بيحصل، يبقى افريقيا مش مقياس، الدوري ضعيف. ولكن هنسيبنا من المنطق ده وهنمشي معاكم بهذا المعيار الهلامي، وهو ان بطوله دوري ابطال افريقيا هي بطوله ضعيفه، والنادي الاهلي هو الاول على الفصل في بطوله ضعيفه ومنهجها ضعيف. طب انت كام على الفصل في المنهج الضعيف ده؟ تعال نشوف مشاركات الزمالك اللي تخليك تعرف ان الكلام ده لو بيسيء لحد وبيسيء لناديك. لان مشاركات الزمالك في اخر 20 سنه من 2003 ل 2021، في 2003 خرج من دور ال 16، 2004 من دور ال 32، في 2005 من نصف النهائي على ايد النادي الاهلي في البطوله اللي صرفوا مكافئات للاعبي الزمالك فيها عشان خسروا 2-1 بس، 2006 لم يشارك، 2007 خرج من دور ال 32، 2008 من دور المجموعات في مجموعه تصدرها الاهلي، 2009 2010 لم يشارك، 2011 خرج من دور ال 32، 2012 و 2013 من دور المجموعات، و 2014 من دور المجموعات، 2015 الزمالك ما شاركش اصلا، 2016 بتخسر النهائي بثلاثيه من صن داونز، 2017 من دور المجموعات، 2018 ما بتشاركش، 2019 ما بتشاركش، 2020 القاضية، 2021 بتخسر من دور المجموعات والترجي رايح جاي. إذن لو أنت بتنتقص من بطولة أفريقيا وإن هي ضعيفة وده مستواك فيها آخر 20 سنة، فصدقني أنت قلت حاجة سيئة جدا في حق نادي الزمالك. بص، هو آخر 20 سنة ما كانش بس بيخرج من دور المجموعات، ده له رقم قياسي يعني تزيل المجموعة، أو زي ما بيقولوا رقم أربعة في المجموعة، اللي هو أربع مرات بيحققها نادي الزمالك بيدخل المجموعة ويطلع الرابع أو المركز الأخير، لدرجة أنه في 2012 دخل المجموعة طلع بنقطتين، يعني ما قدرش يحقق أي فوز، وبيتكلم عن بطولة ضعيفة. وطبعا عارفين الكونفدرالية لما الأهلي خدها كانت ضعيفة، ولكن لما الزمالك خدها كانت أقوى بطولة، وده المنهج اللي احنا بنتكلم فيه. بس هو ليه ما كانش بيشارك اصلا في بعض البطولات في العشرين سنه؟ لان الزمالك كان بيحصل على ثالث الدوري ورابع الدوري ومركز سادس الدوري مرتين، فلو البطوله الافريقيه ضعيفه ودي محصله اللي انت حققته بخساره نهائيين منهم نهائي 3-0 ما عملوش فرحه لفريق صن داونز، المحصله كمان في الدوري ان انت طلعت سادس مرتين في الفتره دي. لكن هنفترض ان بطوله الدوري من وجهه نظرك هي المعيار، النادي الاهلي محقق ايه مقارنه بقى بانديه مصر عبر تاريخ الدوري المصري؟ النادي الاهلي 42 بطوله محليه دوري عام، وان شاء الله في طريقه للبطوله رقم 43 مقابل 19 بطوله محليه لباقي الفرق. الزمالك يعتلي باقي الفرق ب 12 بطوله فقط لا غير، وما زال يبحث منذ خمس سنوات عن البطوله رقم 13. ولكن ما كانش ده الكلام اللي طالع من اعلام نادي الزمالك فقط لا غير، كان في كباتن لعبوا كوره، واحنا لما بناخد الناس اللي بتلعب كوره فبعضهم بيكون عارف يعني ايه قيمه البطوله، عارف يعني ايه
قيمه بطوله دوري ابطال افريقيا عارف يعني ايه قيمه الدوري. فلما يكون كباتن زي الكابتن ايمن يونس والكابتن حازم امام وهم بيتكلموا عن بطوله افريقيا ومقارنه بين بطوله افريقيا وبطوله الدوري كان رايهم ايه او كان وجهه نظرهم ايه، نطلع نشوف الفيديو لكابتن ايمن يونس والكابتن حازم امام. وجهه نظر ان الكونفدراليه الافريقيه يعني لا ما فيش زي الشامبيونز ليج تظل ذات اهميه اكتر لان هي الشامبيونز ليج اهم حاجه اقوى بطوله في افريقيا والبوينتس بتاعتها كمان اقوى بطوله في افريقيا. يعني البوينتس هنا غير البوينتس بتاعت الكونفدراليه والزمالك في موسم زي ده دوري وده لا يا سيف انت عارف ايه اللي يزعل؟ ان الزمالك بالفرقه دي بالامكانيات اللعيبه دي بالقدرات بتاعه اللعيبه دي السنه دي ضيعوا ان هم ينافسوا على الدوري بشكل كويس، لان هم فرقه كانت تستحق ان انت كنت تلاقي المنافسه على المركز الاول لاخر لحظه مش المركز الثاني. الفرقه دي كانت تستحق اكتر من كده وفرقه املنا فيها في افريقيا كبير، لان هي قد تكون اميز فرقه من الثلاثه التانيين. الزمالك لو اكتمل لو رجع ساسي وبن شرقي ورجع كل الفرقه اكتملت الزمالك هو الاجهز. اعتقد واضح بطوله افريقيا هي الاهم واهم بطوله في القاره. وبالمناسبه بطوله افريقيا دي اللي خلت كل جماهير نادي الزمالك تشجع النادي الاهلي الموسم الماضي امام بيراميدز من اجل المشاركه في البطوله اللي هم حاليا شايفينها الاضعف. نتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا ليك يا فارس. شكرا يا اسامه. ونتمنى محمود معروف يكون موفق. محمد معروف لسه بنتكلم موفق. ربنا يستر. لسه بنتكلم عن ماتش غزل المحله واخطائه. كل الشكر لحضراتكم، كل الشكر لفريق الاعداد رضا غانم، شادي صبري، احمد الغمري بذل مجهود كبير وتحديدا في التصريحات اللي جت من الوطن العربي. طبعا كل الشكر لخلف الكاميرات والاسره البرنامج. بنشكركم ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه من الاهلي خط احمر. والاهلي دايما يا رب منتصر وفوق الجميع. سلام.